عندما تكون الأنبوبة 1 مقفولة، 2 مشلولة، 3 مرتشحة، لا يحدث حادث. ست دلوقتي بتفرج عليها هتقول لك ايه؟ ايوه انا عندي الدوره منتظمه، انا بيبقي مجرد وصله عشان البويضه تتحرك فيها. الحل المجهري قد يكون علاج لحالات الاجهاض المتكرر لو كان سبب الاجهاض هو خلل في الماده الرئيسيه للجنين. الورم الليفي يا يتشال يا يتساب. الأستاذ الدكتور هشام الشاعر، أستاذ أمراض النساء والتوليد والحقن المجهري والعقم بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة، استشاري جراحات المناظير وأطفال الأنابيب والحقن المجهري، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقم، رئيس مجلس إدارة مركز الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية. أهلا بكم. في الطب حاجة مهمة جدا جدا اسمها الأساليب الحديثة. كل طب مفيش فرع، مفيش حاجة دلوقتي ما بتتقالش في المؤتمرات اسمها نيو ميثودز نيو تكنيكس في النساء في عمليات الإخصاب المساعد. الأساليب الحديثة دي اللي ما يتقنهاش في العالم كله ما ينفعش يشتغل إخصاب مساعد، ما ينفعش، غير متقبل، غير منطقي، لأنه أساسا الإخصاب المساعد كله قائم على كلمة الأساليب الحديثة. فلما يجي حد يكلمك في الإخصاب المساعد أو الحقن المجهري وما يتكلمش في المنطقة دي، في منطقة التقنيات الحديثة، اعرف أنه هذه التقنية اللي هي من الأول مفروض أنها مبنية على الـ الأحدث والأكثر تقدما غير موجودة في مخططاته. الحوار النهاردة اسمه كده التقنيات الحديثة، وده حوار أكيد هيبدأ ضيف العزيز في شرحه بالتفصيل، القمة العلمية الكبيرة والمحاضر الرائع وصاحب طبعا الحضور العلمي والجماهيري المتميز الأستاذ دكتور هشام الشاعر. أهلا دكتور أيمن. أنا قلت ده صح؟ ده أكيد صح 100%. الحقن المجهري زي ما حضرتك قلت ده هو أساسا وسيلة حديثة ووسيلة من أعلى وسائل الإخصاب المساعد من حيث نسبة النجاح، وعشان كده التطور والتجديد فيه بيحصل على وتيرة سريعة. احنا المفروض مننا كاستشاريين علاج تأخر الحمل واستشاريين وسائل الإخصاب المساعد المفروض ان احنا نكون مواكبين التطور دوت، وعشان كده النهاردة احنا جايين نسلط الضوء على كام تقنية حديثة افادت جدا جدا وسائل الإخصاب المساعد وخصوصا الحقن المجهري. التقنية الاولى، التقنية الاولى مفيش صوت، مفيش، ما عندناش مشكلة. طب اعملوا بالنور اي حاجة، اقلبوا النور، نزلوه. التقنية الاولى واصبح ليها فعلا دور مهم جدا 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 تقنية الحيوان المنوي، جزئية معينة في الحيوان المنوي اسمها الـ DNA fragmentation. الله ينور. يعني ايه؟ يعني تكسير، fragmentation مين الـ DNA. DNA دي كلمة دايما كده لما بتتقال انوار كده بتشعشع في دماغ اللي بيسمع الكلمة ديت. والله واحنا طلبة كمان. كمان بالظبط. اول ما جبت سيرة الـ DNA تعرف ان الموضوع ده مشيت فيه. لا احنا هنشرحه ببساطة جدا. المادة الوراثية بتاعت الحيوان المنوي اللي هي الـ DNA بتاع الحيوان المنوي موجود في راس الحيوان المنوي، تمام؟ في حيوانات منوية الـ DNA بتاعها المادة الوراثية بتاعتها بيبقى متكسر، ما بقاش سليم، تمام؟ المفروض ان في نسبة معينة للحيوانات المنوية اللي هو الـ DNA بتاعها متكسر لا تتعدى عنه. احنا المفروض في احوال معينه، وانا هقول لحضرتك عليها مين هم الحالات دي، المفروض ان احنا بنشوف الـ DNA بتاع الحيوان المنوي للزوج، تمام؟ نشوف الـ DNA ده هل هو نسبته سليمه ولا نسبه التكسير فيه عاليه. عارف بالظبط اللي انا هحكيه لك ده يا دكتور ايمن، بالظبط عامل زي ما انت رايح ترخص عربيتك في المرور ويجي كده راجل لطيف يجيب بتاعك كده اسطوانه كده ولا بتاع عامله زي القلم، يروح حاشرها فين؟ في الشكمان، تمام؟ وبعد الشكمان يروح مديك ورقه يقول لك ان العادم بتاع السياره او الرصاص اللي خارج من السياره ده عادم في المستوى الطبيعي، خد الرخصه. احنا عندنا حاجه زي كده. اللي هو العادم بتاع الـ DNA.
المتكسر. فعشان كده احنا بنشوف الحالات المنويه اللي الدي ان ايه بتاعها متكسر نسبته قد ايه. المفروض النسبه دي ما تزيدش عن 30%، يعني كل 100 حيوان منوي المفروض بالكتير 30 منهم الدي ان ايه بتاعهم يكون متكسر. لما النسبه تكون اكتر من كده ده بنسميها عدى الكريتيكال ليفل. يعني ايه كريتيكال؟ يعني خطر. كريتيكال يعني خطر. خطر. كريتيكال ليفل مستوى الخطوره على حدوث الحمل عموما، على حدوث الحمل ان يكمل، على حدوث نجاح للحقن المجهري. يا ده انت قلت كده ثلاث مواقف لو الدي ان ايه نسبه التكسير فيه عاليه يعملها. انا قلت كده ثلاث مواقف مسؤول عنهم. رقم واحد تاخر حمل. تاخر حمل تمام. رقم اثنين اجهاض متكرر. يعني لو الدي ان ايه نسبه تكسير فيه عاليه الست تحمل لكن الحمل ما يكملش. رقم ثلاثه فشل للحقن المجهري. يبقى التحليل ده مهم ولا مش مهم؟ لا طبعا ده اصبح مهم جدا. مهم جدا جدا. حاله تاخر حمل واحنا مش لاقيين السبب، لا ندور على الدي ان ايه بتاع الراجل نشوف عنده فيه مشكله ولا لا. تمام. حاله عملت حقن مجهري قبل كده وفشل ممكن يكون السبب الدي ان ايه بتاع الحيوان المنوي. حاله بتحمل عادي ما عندهاش مشكله في الحمل لكن بتسقط ممكن زوجها هو اللي عنده مشكله الدي ان ايه. يبقى الدي ان ايه متهم في ثلاث مواقف اساسيه قلناهم: تأخر حمل غير مفسر السبب، فشل لحقن مجهري قبل كده، إجهاض متكرر. يبقى لازم التحليل ده يتعمل في الثلاث مواقف دول ونتأكد النسبة طبيعية ولا لأ. طلعت النسبة طبيعية شكرا يا عم الحاج، الدي ان ايه بتاع الحيوان المنوي بتاعك سليم مش عايزين منك حاجة. لكن لو دي ان ايه طلع نسبة التكسير فيه عالية، حاجة اسمها دي اف اي. دي اف اي دي ان ايه دي اف فراجمنتيشن اي اندكس، مؤشر تكسير الدي ان ايه اللي هو اعلى من كام. الناس تحفظ الرقم ده، اعلى من 30. لو طلع الراجل عنده اف اي اكتر من 30 اللي هو معدي مرحله الخطر، لا لو سمحت احنا هنعالج. وعلاجك مش بس هيكون بالادويه، ده علاجك هيكون بالادويه وتقنيه واحنا بنعمل لك الحقن المجهري اذا كنا هنعمل حقن مجهري. يبقى الموضوع ده مهم جدا. يبقى الدي ان ايه يتعمل ونشوف المستوى بتاعه كام. لو مستوى التكسير اعلى من 30 يبقى ما ينفعش تعمل حقن مجهري اسمه انا بسميه كده حقن مجهري بلدي. ما ينفعش حقن مجهري بلدي، ما ينفعش. ده انت لازم الحقن المجهري بتاعك تاخد ادويه الاول شهر اثنين او ثلاثه، وساعه الحقن المجهري هنعمل لك خطوه. ايه هو؟ مش هناخد اي حيوان منوي السلام. لا ده احنا لازم هناخد حيوان منوي اللي الدي ان ايه بتاعه سليم مش متكسر. تعرف ازاي يا دكتور؟ هجيب لك طبق مخصوص. طبق مخصوص، تعال نشوف الفكره بتاعته. طبق مخصوص فيه ماده، الماده دي بتجذب ليها الحيوانات المنويه اللي الدي ان ايه بتاعها سليم مش متكسر. ادي الصوره اللي قدامنا اهي، الطبق في اسفل الصوره مكبرين كده دايره او نقطه فيه مكبرينها، واخدين بالنا ان في منطقه لون او دايره لونها احمر. الدايره لونها احمر دي يا دكتور ايمن دي تحتوي على حاجه اسمها هيلورونيك اسيد. مش مهم، المهم ان احنا ملاحظين ان الدايره ديت في ثلاث حيوانات منويه لازقين فيها، وفي اربع حيوانات منويه بيطفشوا منها الدايره الحمراء دي. مين الحيوان المنوي السليم الدي ان بتاعه سليم اللي لازق في الدايره الحمراء ولا اللي بيجري منها؟ اللي لازق في الدايره الحمراء. يبقى هو ده اللي احنا بنعمله. يبقى لما نيجي نعمل حقن مجهري، لو انت عملت حقن مجهري بلدي عادي من غير الخطوة دي يبقى انت ما عملتش حاجة للحالة دي. لا ده انت لازم تجيب الطبق المخصوص اللي هو اسمه بيكسي. لازم تجيب الطبق المخصوص اللي هو ده بيكسي اللي هو ينقي لك الحيوانات المنوية اللي الدي ان ايه بتاعها سليم. نسميه حقن مجهري غشيم. ايوه بالظبط، نسميه حقن مجهري غشيم. غشيم تمام. الغشيم ده اللي هو عارف، انت عارف الغشيم ده فرق ايه؟ اقول لك. تمام. عارف البندقية الالي؟ تمام. البندقية الالي تمام. تلاقي واحد غشيم مسك البندقية الالي وحب يضرب. تمام. دي ترجعه في الحيطه. تمام. في الحيطه يرجع يلزق في الحيطه. صح. ممكن يقتل حد. صح. في الحركه. صح. دي. صح. المعلم بقى لو فاهم يمسكها صح ويظبط صح وحاطط كتفه صح. صحيح. ده الفرق بين البيكسي او الفرق بين الحقن المجهري اللي زي ما قلت العادي. تمام. والحقن المجهري ده. الله ينور عليك. طيب احنا اتزنقنا وكان في ظروف ما كانش عندنا الاطباق البيكسي دي، اتزنقنا فيه. طب ما نعرفش نتصرف؟ نعرف نتصرف، في حل بديل بس البيكسي هو الاحسن، الطبق هو الاحسن. ايه الحل؟
هات لي الحيوان المنوي من الخصيه مباشره ان شاء الله حتى بابره. مش هنفتح الخصيه ونهبش منها حته، لا ان شاء الله حتى بابره. المفهوم ايه؟ الفكره ايه؟ الفكره ان تكسير الدي ان ايه بيحصل للحيوان المنوي بعد ما بيخرج من الخصيه. تكسير الدي ان ايه بتاع الحيوان المنوي بيحصل له بعد ما بيخرج من الخصيه، فبما ان الضعف ده بيحصل له بعد ما بيخرج من الخصيه خلاص هاتهولي من الخصيه. فهمت الفكره يا دكتور ايمن؟ فعشان كده بقول ان الدي ان فراجمنتيشن تحليل تكسير الدي ان ايه اصبح تحليل هام جدا في منظومه علاج تاخر الحمل عموما وفي منظومه الحقن المجهري خصوصا. يتعمل للحالات اللي احنا قلنا عليها. نفتكر النسبه دي اف اي بتاع الزوج كام؟ اكتر من 30؟ لا انت ما ينفعش تعمل حقن مجهري عادي، ده احنا لازم لك اطباق مخصوصه عشان نقيلك الحيوان المنوي للدي ان ايه بتاعه سليم او ناخد لك من الخصيه. تمام. وبالتالي التقنيه دي رفعت من نسبه نجاح الحقن المجهري. المساله اشبه يا جماعه ب يعني زي ما بيقولوا الاختيار للافضل، البقاء للافضل، واذا ما كانش الافضل ده موجود احنا لازم ناخد افضل المتاح بعد الافضل. صحيح. افضل المتاح. صحيح. من الحيوانات المنويه، فدي بتنقي لي افضل المتاح. تمام. دي التقنيه الاولى. التقنيه الثانيه. التقنيه الثانيه. احنا نعمل اصوات بقى. احنا نعمل اصوات. شعب الصبغه للرحم. تمام. التقنيه الثانيه اشعه بالصبغه بالرحم قديمه قوي. اشعه بالصبغه، لا احنا بنتكلم حاجه اسمها منظار رحم. تمام. منظار رحم، طب ما احنا عارفين منظار رحم ده مهم يا دكتور هشام وانت قلت عليه. ده مهم وانا باكد على اهميته. باكد اهميته ليه؟ عشان الحاله دي حاله حقيقيه حصلت. عملت حقن مجهري وما حصلش نصيب، بعدين راحت لمكان تاني فقالوا لها طب بصي احنا عاوزين نتاكد بس ان ما فيش انتفاخ في الانابيب، ما فيش ارتشاح، ما فيش سائل، فهنعمل حاجه اسمها اشعه بالصبغه عشان نتاكد. عمل الاشعه بالصبغه اذ يفاجئوا ان الرحم مش رحم كامل، ده نص رحم اسمه رحم ذو قرن واحد. بص على اشعه بالصبغه، انت عندك رحم ذو قرن واحد، هو ده سبب فشل الحقن المجهري. هي الصوره ديت، الصوره دي طلعت لما عملوا له اشعه بالصبغه، قالوا ده نص رحم، ده مش رحم كامل او اسمه رحم ذو قرن واحد، هو ده سبب فشل العمليه لان تجويف الرحم صغير وبالتالي ده مش هيساع جنين يتحط فيه. قالت لهم الله مش هيساع جنين يتحط فيه، طب هيساع جنين عادي؟ قالوا لها لا طبعا، ما كده كده مش هيساع اي جنين، لا جنين حقن مجهري ولا جنين عادي. انت فرصه الحمل عندك قليله، انت عندك رحم طفولي. طفيلي. او طفيلي طفولي. تمام. طفيلي. في كام انبوبه هنا في هي في انبوبه واحده. في انبوبه واحده. ما هو ما انا هقول لك بقى، ما هقول لك يعني الصوره دي جت منين. تمام. انا عارف الصوره دي جت منين. انا قلت سؤال عشان ابين لك. ايوه. ان من الاول اللي عمل بالاشعه بالصبغه وقال هذا الكلام ده مش معلم. تمام. ده مش رحم. هو على فكره هو ده في حاجز رحم هنا. تمام. هو على فكره هو في الطب يونيكونيت يوترس اللي هو رحم ذو قرن واحد، ويبقى ليه انبوبه واحده، ده فيه فعلا كده. وعشان كده هم شخصوها كده. بس هي ما كانتش كده. وليه رايح في الحته البعيده قوي دي كده؟ للاسف ده اللي حصل. بيعمل منظار رحم. الله ينور عليك، الله ينور عليك. هو لما عمل الاشعه بالصبغه، والله انا بقيت جامد قوي. هو لما عمل الاشعه بالصبغه هو دخل في نص من النصين بتاع الرحم، قال رحم رحم وفي حاجز في النص، حاجز في النص، فاصبح في نصين صغيرين على يمين وشمال الحاجز دول. اللي عمل الاشعه بالصبغه دخل بالصبغه في ناحيه واحده وساب الثانيه، والناحيه واحده بس هي اللي ظهرت، وقالوا لها ده رحم ذو قرن واحد ورحم صغير ومش هتحملي، وحياتها كانت هتتدمر، كانت هتتطلى، ويتقال عليها في البلد ان الرحم بتاعها صغير وما بتحملش. خلاص خلصت. هي دي خلصت. هي دي في الحتت، في حتت طبعا. طبعا عيبه. طبعا. وانت عارف كلوز كوميونيتيز عندنا في مصر في البلاد. الخبر بيسمع على طول. بنت فلان بنت فلان الرحم بتاعها صغير، خلاص خلص، ضاع مستقبلها. يا خرب اسود. اتاري ان لما عملوا الاشعه بالصبغه دخلوا بالصبغه في نص واحد من الرحم، لكن لما اتعمل المنظار واكتشف ان هو لا ده رحم كامل وكل حاجه بس في حاجز في النص قاسم الرحم لنصين صغيرين عن طريق المنظار الرحمي، ظهرت الحكايه وظهرت الحاله. وتعالى نشوف بالاشعه بالمنظار هيبان ازاي يا دكتور ايمن واحنا بنشيل هذا
ايه الحاجز؟ بس شفت انا عرفت انه حاجز. اه لا لا هايل احساسي هايل والله. ده المزار رحمي واحنا بره في حيطه في النص وفي دايرتين يمين وشمال الحيطه ديت. ايوه انا معلش عاوز ارجع تاني برضو عشان الصوره هتثبت على الصوره هتثبت على الفتحتين. ايوه ونثبت الصوره. ايوه تجويف رحم يمين تجويف رحم شمال ده مصين بتاع الرحم وفي حاجز في النص. هم دخلوا فين بقى؟ هم دخلوا في الناحيه دي هم دخلوا في الناحيه دي وقالوا ده رحم صغير ورحم ذو قرن واحد مش تحملي خالص. بس اتاري ان هو حاجز وعرفناه عن طريق المنظار الرحمي. يلا بقى اشتغل يا منظار رحمي في ايد خبيره وعين ماهره عشان تشيل الحاجز دوت. وهنشيل الحاجز دوت وهنشوف شكل تجويف الرحم بعد ما الحاجز ده يتشال. شفت حيطه بقى بين بين اوضتين صغيرين طبعا. يبقى عندي اوضه كبيره بقى واسعه هول طبعا. كبير طبعا. طبعا ياخد من الحبايب من اجلنا يعني الف طبعا. الرحم ذو قرن واحد دوت يعني هو برضو كان فيه خمه في التشخيص بتاعه لان هم شخصوه بايه؟ شخصوه بالاشعه بالصوره. الرحم ذو قرن واحد احيانا كتير ما بتشخصش بالسونار العادي السونار صناعي الابعاد. بص التجويف في الرحم اصبح ازاي يا دكتور ايمن؟ ده اختلفت خالص. يعني لو جبنا الصوره قبل وبعد ده مختلف خالص. الدنيا مختلفه تماما. الست دي تحمل عادي حتى من غير حقن مجهري والحمل بتاعها يكمل على خير ويوصل 9 شهور. فانا قصدي اقول ان المنظار الرحمي ده وسيله تشخيصيه وعلاجيه رائعه جدا جدا افادت جدا جدا ناس كتير وهم بيعملوا الحقن المجهري وناس كتير اساسا حمل عندهم متاخر. التقنيه الثالثه التقنيه الثالثه دي مهمه قوي عندي بقى في البطنه قوي جداً. دي اكتر حاجه بنهتم بيها في البطن جدا. يعني اللي فاتوا دول بتوعكم تمام ماليش دعوه انا بيهم تمام. لكن دي بتاعتنا ليه؟ تمام. لان انا اللي بأشير لهذا تمام. الموضوع اقول تمام. لك دلوقتي هي بقى التقنيه الثالثه. واحده عملت حقن مجهري مره واثنين وثلاثه وكل اسباب عدم نجاح الحقن المجهري كنا متاكدين ومستوفيين بالفحوصات والتحاليل والاشعاعات ان هي ما عندهاش. لا ده احنا لازم نخش في منطقه الماده الوراثيه للجنين. ما بتكلمش عن الماده الوراثيه بتاعه البويضه ولا بتكلم عن الماده الوراثيه بتاعه الحيوان المنوي، بتكلم عن الماده الوراثيه بتاعه الجنين. البويضه والحيوان المنوي الماده الوراثيه بتاعتهم سليمه، لكن الجنين الماده الوراثيه بتاعته احيانا كتير بتبقى مش سليمه. اصل احنا يا دكتور ايمن لما بنشوف الجنين في المعمل قبل ما نزرعه بنشوفه من بره مورفولوجي، يعني الشكل الخارجي بتاعه مش الماده الوراثيه بتاعته. زي البطيخه، فاكر زمان لما كنا بنشتري البطيخ كده من عربيه البطيخ؟ انا بموت في البطيخ. ايوه يا خلاص البطيخه البطيخه تقعد تخبط عليها تقعد ايوه تخبيطه معينه تمام الله عليك تخبيطه ليها كده تمام طريقه معينه تخبط البركشه هايل. السؤال بقى يعني خبرتك الرائعه في البطيخ في البركشه في البركشن يعني البركشن اللي هو التخبيطه يا جماعه اللي هي انت بتخبط كده تمام ايوه دي لازم الحركه تكون من الريست ايوه مش من مفيش حد بيخبط كده تمام مفيش حد بيخبط كده تمام تخبيطه لازم تكون منين؟ تمام من طبعا مفيش حد دلوقتي بيعمل بركشه مفيش حد بيعمل بركشه دلوقتي مفيش مره كده خبطت البطيخه ومتاكد واشتريتها وبروح البيت ومتاكد انها يعني زي الفل وبعدين جيت تفتحها لقيتها قرعة طبعا حصل ياما الجنين كده زي البطيخ بنشوفه من بره شكله زي الفل لكن الماده الوراثيه بتاعته اللي جواه الله اعلم. ده انا لازم افتح واخش واشوف بس مش هفتح بقى مش هبوظ الجنين. هاخد عينه واحلل الماده الوراثيه بتاعته عشان اتاكد الماده الوراثيه بتاعته سليمه ولا لا. ولما يكون سليمه وزع الجنين في الرحم ساعتها نسبه الحمل بتبقى عاليه جدا عن طريق الحقن المجهري. ومش بس الفحص ده اللي هو الفحص الوراثي للجنين بيتعمل لحالات الحقن المجهري وبس، لا ده بيتعمل الحالات اللي هي زي ما احنا شايفين اهو الجنين خرمناه خرم وخدنا منه عينه عشان خاطر نحلل الماده الوراثيه اللي جواه عشان نعرف سليمه ولا لا. لحالات فشل حقن مجهري قبل كده، لحالات اجهاض متكرر نتيجه اسباب وراثيه. الاجهاض المتكرر اسبابه كتير هنستوفيها واحد بكميه تحاليل محترمه لازم تتعمل. استوفينا التحاليل الاثنين زي الفل ما عندهمش حاجه، يبقى ما قدمناش الا الماده الوراثيه للجنين. هنعرفها عن طريق الفحص ده اسمه الفحص الوراثي للجنين قبل زراعته في الرحم او تحديد نوع الجنين او استبعاد امراض وراثيه. فكل دي تقنيه ثالثه رائعه جدا بتصب في مصلحه الحمل وتصب في مصلحه الحقن المجهري.
التقنية الرابعة. التقنية الرابعة، الجنين القشرة بتاعته لازم أخرمها، لازم أرفعها بالليزر، بالليزر عشان خاطر يبقى سهل عليه إن هو يفقس من الجنين، يفقس من القشرة بتاعته، وبالتالي لما أجي أعمل الحقن المجهري يبقى فرصة الحمل أعلى، ما تبقاش قشرة الجنين رفيعة. الأربع تقنيات دول لازم يتوظفوا كويس جدا دكتور أيمن في الفترة اللي احنا بنتكلم عليها دي عشان خاطر نرفع من نسبة نجاح الحقن المجهري ونرفع من نسبة الحمل عموما، اللي هم سريعا دي ان فراجمنتيشن، تكسير دي ان في راس الحيوان المنوي رقم واحد، رقم اثنين المنظار الرحمي، رقم ثلاثة فحص الوراثي للجنين، رقم أربعة تسقيف قشرة الجنين أو تقليل سمك قشرة الجنين، تقليل سمك قشرة الجنين. ده معناها انه اللي بيكلف الحقن المجهري لازم يبقى ملم بهذه التقنيات الحديثه. اكيد الحوار السطحي في الحقن المجهري وتسطيح الكلام في كلمتين وبس، وكانه الناس عقلها لن يستوعب غير ان الحقن المجهري وان انا اجيب حيوان منوي وادخله جوه البويضه واستنى وازرعه. تمام. الكلام ده ما حدش مقبول بالنسبه ل 2017 ولا بالنسبه لعقول اولئك الذين يضعوا حياتهم الاقتصادية وحياتهم الاجتماعية وحياتهم المستقبلية رهنة لنجاح عملية مهمة جدا للحصول على طفل غالي ثمن، غالي لانه اكيد بعد بحث طويل اسمه طفل الحق المجهري. تمام. انا هترك لك تقديم الفيديو القادم. تمام. قدم لنا ماذا يوجد في الفيديو؟ الفيديو القادم نموذج في نماذج نجاح بعد توفيق ربنا ومشيئته وارادته اولا واخيرا، نجاح مركز الرياض للخصوبه والصحه الانجابيه اللي انا اشرف برئاسه مجلس ادارته. التخطيط العلمي الممنهج والتعامل مع كل حاله غالبا بعد مشيئه ربنا وتوفيقه بتؤدي الى النجاح ده، وتوظيف التقنيات اللي احنا لسه بنتكلم عليها في الحاله بتاعت النهارده بيؤدي الى النتيجه دي، نتيجه بعد ست سنين من اللف والدوران والبحث و و و ربنا كرمهم في الاخر بالطفل الجميل اللي احنا هنشوفه. عشان كده احنا الفتره الاخيره حريصين على تطبيق الكلام النظري الى عملي. تمام. والانتقال الى قلب الحدث، من قلب الحدث سنرى تجربه هامه على مدار ست سنوات. دكتور هشام ابدعت. العفو، تحت امرك. نورني دايما. الله يخليك. ربنا يخليك يا دكتور. لا لا الشرف لي والله. خليكوا دايما معنا. النفسية خلصت نوبة يفوق على طول، المريض بتاع الصرع لا يقعد شوية كونفيوزد متلخبط، واحد بيجيله النوبة الصحية ما تديلوش دواء ينيمه يروح الامتحان ولا المدرسة ينام في المدرسة. لازم تختار الدواء بتاعك بناء على ظروف المريض، وكلما كان الاختيار أدق وكلما كانت معلوماتك أكتر هتختار الدواء الأنسب. إمتى أقدر أوقف الدواء؟ ها
هل عيان الصرع مسموح ان يوقف الدواء ولا فور لايف؟ في شروط. ١٤٪ من خبطات الدماغ تعمل حاجة بوست تروماتيك إبليبس. أي أم ابنها بيقع يا ست مهملة. توتر النفس العنيف بيرسب نوبة الإبليبس. يقول لك أنا بخاف أعمل الفحص دغاع، ده بيجيب شلل إطلاق. تقدم التشخيص تقدم مذهل لدرجة إنه في سنة قفص. أجيب المريض وأقول له امشي على خط مستقيم رجل قدام رجل، يقع. كلما كان التشخيص مبكراً كلما أتى العلاج بقلوه أو ثمرات. دكتور طارق توفيق، أستاذ المخ والأعصاب كلية الطب جامعة القاهرة، رئيس شعبة الصرع بالجمعية المصرية للأمراض العصبية، رئيس لجنة التصلب المتناسر بالتأمين الصحي. اهلا بكم. النهارده هنتكلم عن موضوع شديد الاهميه اسمه الصرع. الصرع مرض سينمائي كما يقولون، يعني ممكن تعمل فيلم محور الفيلم هو مريض صرع، ويلعب الصرع دور مهم. يعني ما فيش مثلا الضغط السكر عمره ما يتعمل عليه فيلم، مش مرض سينمائي، لكن الصرع مرض سينمائي مهم جدا. الاخوه الاعداء يتعمل على فيلم، الفيلم اتعمل بناء على الصرع، يعني صرع دور البطولة. في فيلم تاني برضو عمله الأستاذ محمد صبحي، برضو كان مريض صرع، برضو كان بيلعب في دور بطولة مهم. الصرع كمرض، الصرع في كلام مهم جدا عايز بس قبل ما يعني نبدأ حوارنا مع ضيف العزيز نتكلم معلومات خطيرة. الحشيش بيزيد من نوبات الصرع، ده علميا الحشيش بيزيد من نوبات الصرع. الحاجة التانية المهمة جدا انه وجدوا انه بعض المشاكل اللي ممكن مريض الصرع يواجهها انه نفسه ممكن ينقطع اثناء النوم، فده في منتهى الخطوره. برضو معلومه عن الصرع غريبه شويه ومثيره، بعض العلماء البريطانيين والباحثين قالوا انه السبب الاساسي لموت توت عنخ امون هو الصرع، مش انه مات مقتول. يعني كل الناس كانت كاتبه انه مات مقتول وفي اثار الخنجر وبتاع، لكن بعد كده قالوا انه مرض الصرع هو السبب الاساسي لموته، وانه مات بحالة صرعية او بنوبة صرعية. طبعا ده دلالة برضو على انه الصرع مرض قديم جدا، اكيد مش مرض حديث، لا ده مرض قديم. يعني بتهيألي انه في امراض حديثة نسبيا ما اتكتبتش في البرديات وما ذكرش او ما نوهش ليها، لا الصرع نوه له منذ القدم بانه المرض الذي كمان ينفر الناس ويعتقدوا ان المصرع دايما عليه جن او متصل بالعالم السفلي او شيء من هذا القبيل. ما زال الصرع حتى الان يدور حوله الكثير جدا من الاشاعات ومن الرابط او الفكر زي ما بيقولوا الاجتماعي الخاص جدا. مريض الصرع ده مريض نبعد عنه، ما تتجوزوش. هنفهم اكتر النهارده مع ضيف العزيز، القيمه العلميه الكبيره والعالم القدير اللي بفتخر بوجوده معنا دائما، وانه بيلبي هذه الدعوه لنستمع الى علم خالص دقيق منمق واضح جدا شديد التفاصيل وفي نفس الوقت شديد الوصول وسهل الوصول جدا للمشاهدين، هو استاذنا استاذ الاساتذه الاستاذ الدكتور طارق توفيق. اهلا بك يا استاذ. اهلا بحضرتك، منورنا وسعداء بهذه الزياره، ودايما انا بنتظر هذا السبجكت اللي كان نتحدث عنه، كتاب الصرع او علم الصرع، لان انا بعتقد انه الصرع علم لوحده داخل النيورولوجي. اكيد اكيد. توت عنخ امون بيقولوا انه مات بالصرع. نعم، يعني ده بحث قوي جدا. نعم. مرض الصرع مرض قديم؟ طبعا قديم جدا. حضرتك لو بصيت على مدى التاريخ، نابليون بونابرت كان عنده صرع، تشايكوفسكي كان عنده صرع، بيتهوفن كان عنده صرع، تولستوي كان عنده صرع، في يعني نسبة كبيرة من العباقرة كان عندهم كان عندهم صرع نسبة طويلة. يوليوس قيصر كان عنده صرع، في نسبة كبيرة من الناس المهمين. فان كوخ كان عنده صرع. والصرع طبعا لا يتعارض اطلاقا مع الابداع، ده بالعكس، ده ناس كتير من المبدعين عندهم صرع. يعني انا بالمناسبة السنة اللي قبل اللي فاتت كان عندي طالب
لكن جايب 98.5 من العام وعنده رباط صراعيه صعبه العلاج، فالصرع لا يتعارض اطلاقا مع الابداع، سواء ابداع علمي او اجتماعي او فني الى اخره. الصرع وان كان يوصف بانه المرض ذو الالف وجه، لكن يبقى دائما السؤال الكلاسيكي، ما هو الصرع؟ شوف الصرع حضرتك في ابسط تعريفه او ابسط صوره هو نوبات متكرره متكرره تحتها 100 خط من تغير مستوى الوعي نتيجه وجود خلل في النشاط الكهربي لخلايا المخ. اهم حاجه في التعريف دي ايه؟ متكرره. ما ينفعش واحد يجيله نوبه واحده يتقال ده عنده صرع. دي نوبه تشنجات. عشان اقول صرع لازم تكون نوبات متكرره ولها نمط ثابت ومتكرره. اهم حاجه انها متكرره. واحد زي ما حضرتك تفضلت في المقدمه خدت رمادول زي الموضه النهارده راح جاله تشنجات مره وما جاتش تاني يبقى ده عنده صرع. واحد حرارته ارتفعت 40 جاله فيبرال كونفالجن يبقى ده صرع؟ لا. واحد خل شرب كميه كبيره جدا من الكحول راح جاله نوبه تشنجات ده مش صرع. اللي خد كحول ده الصرع، اللي خد رمادول ده مش صرع، اللي حرارته ارتفعت ده مش صرع، اللي حصل لخبطه في وظائف الكليه او الكبد وجاله تشنجات ما اتكررتش ده مش صرع. كل دي بروفوكت، يعني في سبب للمشكله. وانس ان السبب راح دي نوبات تشنجات، لكن ده مش صرع. فالصرع اهم جزء في التعريف في الديفينيشن بتاعه نوبات متكرره من فقدان او تغير، بلاش كلمه فقدان دي، لانه احيانا ما بيبقاش الفقدان كامل، تغير مستوى الوعي نتيجه وجود خلل في النشاط الكهربي لخلايا المخ. ده ابسط تعريف ليه. ازاي نشخص الصرع؟ يعني البناء التشخيصي، هل شكل اكلينيكي، فحوصات؟ اكيد هنتكلم عن الكوز والاسباب. كيف يشخص حضرتك الصرع؟ له انواع انماط كثيره جدا، لكن بصفه عامه، صفه برودلي سبيكينج، بصفه عامه بيقسم الى صرع كلي، نوبات كليه، وصرع تاني جزئي بارشل او فوكل. جزئي. الكلي لابد ان يكون فيه فقدان للوعي. الجزئي احتمالين، لا بسيط لا مركب. البسيط ليس له فقدان في الوعي، المركب فيه فقدان في الوعي. اما الصرع الكلي لابد ان يكون فيه فقدان في الوعي. ده بصفه عامه. في نوع تالي، اذا عندي جزء جنراليزد او صرع كلي او عام، بارشل جزئي، ثم انكلاسفايد اللي هو لا كده ولا كده. عشان اشخص مرض الصرع في بريكويزيت او شروط. اول شرط الموست اهم شرط على الاطلاق، هنا بقى مش الفحص، في التصالب المتلازم نقول نفحص المريض جيدا ونسمعه. هنا الفحص مش مهم، الاهم من الفحص ان انا استمع الى التاريخ المرضي. ليه؟ لانه النوبات الصراعيه تتشابه احيانا مع نوبات تانية مش صراعيه، يسموها سايكوجينيك او نفسيه. على سبيل المثال النوبات الهستيريه. لابد من التفرقه من الاثنين، لان العلاج شمال ويمين عكس بعض، واحد رايح وجه قبلي، واحد رايح وجه بحري. واحد هقول له هتاخد علاج طول عمرك، واحد هقول له انت هتاخد علاج سنتين ثلاثه، واحد هقول له انت هتاخد علاج شهر او شهرين لغايه اما القصه تروح. واحده مخطوبه واتفصلت عن خطبتها اتفسخت. ست مرتبطه بجوزها تجيب لي كذا كذا واتفق هيجيب لها ثلاجه وخلى بيها. توتر نفسي شديد جدا، نوبات هيستيريه. مجرد ان انت حليت المشكله، المشكله خلصت. هنا هتدي حاجات مهدئه. هنا هتدي ادويه كهرباء صرع. ما يجب التفرقة بمنتهى ما يمكن من الدقة بين النوبات الصراعية والنوبات العضوية والغير عضوية، النفسية والصراعية اللي هي الغير صراعية. ده يأتي عن طريق ايه؟ الاستماع الجيد جدا للتاريخ المرضي. أسأل المريض النوبة قعدت قد ايه؟ النوبات الصراعية تقعد دقيقتين ثلاثة، مش حاجة اسمها يقعد يتشنج ثلاث ساعات، لأن خلايا المخ ربنا خلقها لا تحتمل الإسكيميا أو النقص اللي بيحصل الشديد في الأكسجين والدم رايح لخلايا المخ أكتر من دقيقتين ثلاثة.
لما يقول قعد تشنج 3 ساعات يبقى ده نفسي على طول. اتنين، الحاجات المهمة جدا عينيه كانت مفتوحة ولا مغلقة؟ مفتوحة انت في اتجاه الصراع، مغلقة انت في اتجاه الحاجات النفسية. تلاتة، هل تبول لا إرادي؟ النفس عمره ما يتبول. أربعة، هل عض لسانه؟ النفس عمره ما يعض لسانه. خمسة، هل وقع؟ لما بيقع فقدان الوعي فبيقع، لما يقع هيحصل جروح، الجروح هتخف بندبات. بص في وش المريض كله ندبات، يبقى ده بيقع، يبقى بيفقد الوعي، يبقى ده عضوي. مريض نفسي تقع على السرير، تقع على الكرسي، تقع على الموكيت، لكن ما تقعش على السيراميك اللي عنده صرع انه ما تيجي في اي وقت. طيب بعد النوبه تخلص، ده مهم قوي، مريض نفسيه خلصت النوبه يفوق على طول، المريض بتاع الصرع لا، يقعد شويه كونفيوزد متلخبط لغايه ما يسترد وعيه بصفه اكيده، وبعدين يقول لك بعد النوبه بشعر بايه؟ جسمي مكسر او عايز انام او عندي صداع، حاجات خاصه جدا، او عايز اروح اتبول. المريض النفسي مجرد ان هو بيعمل المشكله وتحلت يقوم زي كانه ما حصلش حاجه خالص. يبقى اذا هناك فروق، هناك فروق قويه جدا تاتي عن طريق فقط اني استمع، فقط اني استمع. ثم اقدر احدد كمان نوع النوبه، واحد بيقع بيتشنج وبيترمي في الارض بيفقد الوعي ووشه لونه بيتغير وبيعض لسانه بيحصل له سلس بولي وبيقعد يتشنج دقيقتين ثلاثه وبعدين يقعد كام دقيقه كده متلخبط وبعدين يبتدي يفوق بالتدريج. ده غالبا جنرالايزد فيت. واحد يقول لك لا ده النوبه بتجي لي ايه؟ عيني تعمل كده او بقي يعمل كده او ايدي تعمل كده. دي فوق الفت وما بفقدش الوعي، او بيحصل كده وبعدين بفقد الوعي، يبقى واحده كانت بسيطه واحده مركبه. واحد تاني لا كده ولا كده، ده انا بروح المدرسه، الطفل بيروح مدرسه وهو بيتكلم يتنح كده دقيقه واحده وبعدين يكمل الحاجه اللي كان بيعملها كان ما فيش حاجه حصل. ده ابسنس، ده تغيب بتحصل، ودي بتحصل غالبا في اطفال المدارس. المشكله بقى انه لما يروح الطفل لازم الام كمان تخلي بالها، لانه الصرع في الاطفال الصغيرين احيانا بياخد اشكال غريبه جدا، يكون اداؤه الدراسي كويس ومفاجاه تدهور. لازم اشك، مدرس نابه، ام نابهه، ليه؟ طب هو تدهور ليه؟ لانه ساعه لما المعلومه اتقالت 5 في 6 ب 30، ساعه لما المعلومه قيلت هو كان عنده ابسس ما لقطاش، راح البيت خدت ايه يا ابني النهارده؟ خدت 5 في 6 بكام؟ ما هو ما لقطها، ما يعرفش يجاوبها. يتضرب في البيت انت مهمل، ويتضرب في المدرسه انت مهمل، وهو عنده رباط صرعيه بسيط. او غير التدهور الدراسي يبتدي الطفل يشتكي من صداع. مفيش طفل عنده 5 6 سنين او 6 7 سنين يبتدي يشتكي من صداع، وصداع شديد جدا، لان في حاجه اسمها ابليبتيك هيديك. لازم نخلي بالنا ان هناك نوع من انواع الصرع، الكهرباء تسبب صداع فقط لا غير. يبقى اذا من الممكن لحد كبير جدا اشخص طبيعه المرض هو عضوي ولا نفسي، ثم اقدر كمان اعرف بعض الانواع فقط عن طريق الاستماع. بعد ما استمعنا نخش في مرحله اخرى اللي هو رسام المخ الكهربي. رسام المخ الكهربي دي انواع كتيره جدا. رسام المخ الكهربي مست، بعمل رسام المخ الكهربي ليه؟ اولا عشان يؤكد لي التشخيص، الاقي بؤره صرعيه اللي هو الاقي تغير في النشاط الكهربي، زياده في النشاط الكهربي للمخ في انماط معينه بتبين لي. اتنين، يبقى مكنني من تاكيد التشخيص. اتنين، بيخليني اعرف البؤره مكانها فين، في الفص الامامي، في الفص الخلفي، في الفص الجداري، في الفص الصبغي. ثلاثة، هي موضعية ولا منتشرة؟ طب وإيه أهمية ده؟ لأن الأدوية بتاعت الصرع أنا عندي حوالي 24 25 دواء مصنفين زي لعيبة التنس. في أدوية مصنفة رقم واحد في الموضعي، وفي أدوية تانية مصنفة رقم واحد في الجنرالايزد أو في العام أو في الكلي. فكل ما يكون أدي المريض الدواء المناسب حسب البؤرة، كل ما النتيجه تبقى احسن وادق والمضاعفات اقل ويبقى عدد الادويه اقل. يبقى اذا مهم جدا نعمل كده. حاجه تانية ان انا اعرف مدى استجابته للعلاج، لان لما بدي العلاج اول حاجه بتطلع لما اكون صح اللي بتوقف، وده اللي بيهم المريض. لكن انا ككلينيشن او كطبيب بيهمني ايه؟ مش بس ان بتوقف، ان الايجي يبقى نورمالايزد، رسم المخ يرجع طبيعي تاني. يبقى اذا انا بعرف كل ده عن طريق رسم المخ، اضف الى كده انه بيمكنني امتى اسحب الدواء زي ما هتكلم بعد كده. يبقى اذا احنا عندنا في التشخيص الاستماع،
ثم الفحص الاكلينيكي ثم اجراء رسام المخ الكهربي بصور مختلفه. رسام المخ القصير اللي بيتعمل حوالي 12 دقيقه التسجيل ده بيجيب حوالي 50%، لكن في حاجه اسمها رسام المخ الطويل، وهنا ده بيرفع الييلد او النتيجه من 50 لحوالي 90%. اسجل مثلا ساعه او ساعتين، ده بيمكنني ان اعرف اشوف كميه كبيره جدا من النشاط الكهربي لخلايا المخ. بعض الحالات مش كل الحالات، خاصة اللي فوق سن ال 15 سنة، بيتطلب الأمر إجراء رنين مغناطيسي عشان أتأكد إن هناك مفيش أي حاجات في أي تغيرات في شكل المخ، سواء أورام، سواء نزيف، سواء جلطة، سواء التهاب، سواء ضمور، سواء عيب خلقي. كل دي حاجات ممكن تسبب الصرع ما تبانش إلا في الرنين المغناطيسي. يبقى الرسم المخ ده للعلاج، أما الرنين المغناطيسي بعمله ليه؟ اولا عشان اعرف في حاجه تريتابل او لا، حاجه تتعالج او لا. نمره اتنين عشان اعرف هل المريض ده هقدر اوقف له الدواء بعد كده او لا. غالبا اللي بيكون عنده تغيرات في الرنين المغناطيسي بيستمر على علاج طول العمر. واحنا بنشوف دلوقتي فيديو بيوري نوبه صراعيه، يعني حضرتك عايز اشوف رايك التعليق على هذا الفيديو. هل هم ده طبعا فيديو تمثيلي، هو مش لحد، ده فصل كلاس بتاع رياضه، وفجاه احدى البنات اثناء ممارسه الرياضه هيحصل لها نوبه صراعيه. هل الرياضه تعمل نوبه صراعيه برضو؟ ده بالحقيقه ده ولو انها وقعت على حاجه يعني بلاستيكيه بس بالصدفه، يعني ده صرع يعني حقيقي ولا هستيري؟ لا ده صرع حقيقي طبعا. حقيقي طبعا. وقعت فجاه، عينيها مفتحه اللي احنا كنا نقوله، الحركه موجوده في ايديها ورجليها على الناحيتين، عينيها مفتحه تماما، ستيرنج باصه في اتجاه معين، ما بانش طبعا عضه لسانها او لا، ما بانش البول، لكن دي شكلها نوبه صراعيه. وقعت، طريقه الوقوع بتاعها السقوط بتاعها صدم. وقع بطولها كده. طبعا جايه نازله زي جزء عينها بيقع، وبعدين ما فيش قبلها، ما فيش مدرس ضربتها ولا اتخانقت معاها ولا اي حاجه، ده قوله في صدم. بس هي عملت مجهود عضلي شويه، هل ممكن المجهود العضلي؟ لا. ما يعملش الانسان الطبيعي، لا خالص ما يعملش البرسبتيشن للنوبه الصراعيه. طبعا هي بوريك بقى ازاي نتعامل معاها ونعملها على على جنب الشمال والكلام ده بالظبط كده. هروح بقى للعلاج، اختيارات الدواء على انهي اساس تختار؟ هي دي مشكله. اول اختيار ليا الوضع اللي انا فحصت بيه العيان، انا عارف هي عامة ولا موضعية ولا تتغيب. اتنين، رسام المخ الكهربي. لو لقيت التغيرات موضعية بدي الأدوية بتاعت الموضعية، لو لقيت التغيرات عامة بدي الأدوية بتاعت العامة، لأن مش كل الأدوية بتشتغل بنفس الكفاءة، ولازم نكون فاهمين ده كويس قوي، وده اللي بيفرق من دكتور لدكتور. ده اللي بيفرق، بيفرق إيه؟ نمرة واحد، اختيارك للدواء من أول مرة. ما انا مش هجيب العين حقل تجارب، شطارتي ان انا من اول مره اختار الادويه المناسبه. لما بيكون التغيرات الصراعيه عامه غالبا المريض ده بيستجيب لدواء واحد، اما بيكون التغيرات موضعيه غالبا ده محتاج اكتر من دواء. هنا دي مشكله. ليه؟ لان لما بيكون اولا انا هختار الدواء موضعي ولا عام، لو موضعي ممكن يبقى احتاج اكتر من دواء. وجدوا ان الدواء الاولاني بيعالج النوبه في نسبه حوالي الدواء الاولاني يجيب نتيجه في حوالي 45%، الدواء الثاني 16%، يبقى انت دخلت في 60. الدواء الثالث لو دخلت دواء ثالث 4%، بتفضل حوالي 64 5، يبقى انت بيبقى عندك حوالي 30 35% من الحالات ما بتستجبش، يسموها ريفراكتوري او ريزيستنت او ريفراكتوري، بتقاوم العلاج. لما تيجي تختار الادويه يبقى احنا اخترنا هي موضعي ولا عام. اتنين، لما تيجي تحط اكتر من دواء مع بعض في حاجات لازم تراعيها. نمره واحد، لازم تختار ادويه لا تعوق بعضها، لانه احيانا الاقي روشتات، وده شيء شائع للاسف، انه يتحط دوايين للصرع واحد فيهم يثبط من النشاط التاني، يساعد على تكسيره بسرعه وبالتالي بيقلل كفاءته، او واحد فيهم يزود مستوى التاني في الدم جدا يصل الى مرحله توكسيك مسممه يبتدي العين يجيله اعراض جانبيه منه. يبقى اذا اختيارك للدواء التاني لما تحط دوايين مع بعض ليها شروط، لازم نلاقي ادويه لا تزود نشاط بعضها ولا تقلله.
اتنين، ادويه تشتغل بميكانيزمز مختلفه. ليه؟ انت لما بتيجي تدي العلاج في اسباب للصرع، ايه اسباب الصرع؟ نقص ماده اسمها الجبا، زياده ماده اسمها مثلا يعني الجلوتاميت او الجلوتاميك اسيد. الجلوتاميت يبقى اذا في ماده بتزيد وماده بتقل. انت لما بتيجي تعالج الصرع انت ما انتش عارف المريض ده هل المشكله عنده ان الجبا قليل، ولا المشكله عنده ان الكالسيوم قليل، ولا المشكله عنده كالسيوم شانل بلوكر، ولا المشكله عنده ان الجلوتاميت كتير، ولا المشكله عنده ان في حاجه اسمها الامبر ريسبتور كتير او قليل. انت ما انتش عارف، في نظريات مختلفه للصرع، لكن انت مش عارف مين فيهم اللي عامل المشكله. وبالتالي لما بتيجي انت تدي الدواء لازم تدي ادويه بتشتغل بميكانيزمز بميكانيكيه مختلفه، ما تديش دوائين بيشتغلوا بنفس النظام وبنفس الطريقه. ليه؟ انت كده ما بتعملش حاجه، لكن ادي دواء بيشتغل ده بيشتغل بطريقه وده بطريقه. واحد بيشتغل على الجلوتامين يهبطه، التاني بيشتغل على الجبا يكتره، التالت بيشتغل على الكالسيوم بيبلوك الكالسيوم شانل، الرابع بيشتغل على البوتاسيوم، الخامس بيشتغل على الصوديوم. انت عندك كذا ميكانيزم، هل انت بتشتغل المشكله صوديوم، قنوات الصوديوم، ولا قنوات الكالسيوم، ولا نقص الجبا، ولا زياده الجلوتاميت، ولا البوتاسيوم. فانت ما انتش عارف، العيان بيجيلك ما بتبقاش انت عارف مين. لغايه دلوقتي ما حدش يعرف، احنا عارفين انه عنده صرع، حاجه من الخمسه دول هي السبب، لكن انا مش عارف انه. فلما تيجي تختار دواء ما تختارش دوائين بيشتغلوا بنفس الطريقه، ما تختارش دوائين واحد فيهم يثبط الثاني او يكسره، ما تختارش دوائين واحد فيهم يزود كفاءه الثاني جدا يجيب مواد يعمل حاجه اسمها توكسيستي او التسمم. ما تجيبش دوائين بيشتغلوا بنفس الطريقه عشان تدي فرصه اكتر انه يجيب نتيجه احسن. مهم جدا لما تختار دوائين انه ما يطلعش منتج ثالث بينهم يعمل اعراض جانبيه. يبقى اذا اختيار الادويه ده مهم جدا، ازاي تختار دوائين. ما تجيب في روشتات كتيره جدا تشوفها ادويه عكس بعضها او ضد بعضها. في ادويه مثلا ست حامل بتاخد حبوب منع الحمل، في ادويه بتوقف حبوب منع الحمل، ما ينفعش. ست تخينه ما تديهاش حاجه تزود حجمها، ست رفيعه في ادويه تقلل الوزن اكتر، في ادويه تزود الوزن اكتر، ست هتبقى حامل ما تديهاش ادويه تعمل تشوهات في الجنين. بالظبط. ست شعرها خفيف ما تديهاش ادويه توقع عليها بقيه شعرها. ست عندها لخبطه في الدوره الشهريه، ابعد عن الادويه اللي ممكن تلخبط الدوره الشهريه. كل حاجه من دول ليها اختيار، هتبقى حامل. راجل كبير عنده 70 سنه او 80 سنه في ادويه في الايرلي، الطفل بيروح مدرسه ما تديهوش ادويه تقلل من مستوى ادائه الدراسي. يبقى اذا شايف الاختيارات، حامل شعرها بيقع، تخينه، رفيعه، ادائه الدراسي عامل ازاي، كبير السن، راجل كبير السن، كل واحد من دول ليه دواء معين لازم ياخده. واحد بيجيله نوبه بالليل يبقى هديله دواء ينيمه، واحد بيجيله النوبه الصحيه ما تديلوش دواء ينيمه يروح الامتحان ولا المدرسه ينام في المدرسه. لازم تختار الدواء بتاعك بناء على ظروف المريض، وكلما كان الاختيار ادق وكلما كانت معلوماتك اكتر هتختار الدواء الانسب. اخترت الدواء، طب هتعمل ايه بعد كده؟ لازم تتابعه. هتتابعه ازاي؟ لازم الدواء دوت يتقاس مستواه في الدم كل فتره عشان اتاكد ان انا ماشي في رينج معين، لا قل قوي يوم كفاءته تقلت ومنوبات تحصل، ولا زاد قوي وبتحصل اعراض جانبيه. لازم اتاكد على وظائف الكبد، لان معظم هذه الادويه يتم تمثيلها في الكبد. يبقى اذا لازم اتاكد دايما ان وظائف الكبد ماشيه كويس، ما زادتش مني وخرجت من ايديا. ثلاثة، لازم اتاكد ان الهيموجلوبين في الدم ما تاثرش، لازم اتاكد من ده كله. طيب عملت كل الحاجات دي كلها، اخترت الدواء بطريقه مظبوطه، تابعته كلينيكيا، امتى اقدر اوقف الدواء؟ هل عيان الصرع مسموح ان اوقف الدواء ولا فور لايف؟ في شروط. لو المريض عنده قعد سنتين 48 شهر، سنتين يعني 24 شهر مفيش نوبات بتحدث اطلاقا، في السنتين دول عمل من 3 ل 4 رسومات مخ وطلعت كلها فري ما فيهاش حاجه. ثلاثة، لو الاثنين دول موجودين عندي من حقي ابتدي اسحب المرض. طب اسحب الدواء ازاي؟ كنا زمان بنقول، اختلفت المدارس، في مدارس تقول لك اسحب في 8 اسابيع، في مدارس تقول لك لا اسحب في سنه. انا من انصار البطء، لان كل ما بتسحب ببطء كل ما يكون احسن، لان الصربعه في سحب الدواء والضغط بتاع الاهل
اسحب 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 اسحب، هنرتد النوبات ترجع تاني. نسحب بالعقل وبالروح. ايه الامراض المتشابهه مع الصرع؟ يعني هل، لانه في ناس كتير قوي تيجي تقول انا عندي صرع ونكتشف العكس ما عندوش ولا حاجه، والعكس برضو. ابسط حاجه زي ما قلت لحضرتك النوبات الهستيريه والنفسيه، دي اول حاجه، اقوى حاجه على الاطلاق. زي ما قلت لحضرتك تاني الحاجات اللي ماشيه الموضه اليومين دول، الترامادول مهم جدا. الترامادول كان زمان نقول ايه لما تيجي توقفه مره واحده، دلوقتي اخذ كميات كبيره من الترامادول يعمل نوبات صرعيه، توقيف الترامادول مره يعمل فجاه يعمل نوبات صرعيه. كذلك الكحول، الكحوليات بكميات عاليه وتوقيفها مره واحده كل ده يعمل كحوليات، كل ده يعمل نوبات صرعيه. اضطرابات في وظائف الكبد، اضطرابات في وظائف الكليه، لخبطه في الـ في الـ في الـ في الالكترولايتس او في الـ في الـ في الـ في الـ الاملاح اللي موجوده في الدم. مثلا نقص البوتاسيوم الجامد، نقص الصوديوم الجامد، نقص السكر، نقص السكر طبعا، هايبوجلايسيميا، نقص الكالسيوم، الكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم والسكر، الحاجات دي كلها ممكن تعمل نوبات صرعيه وتتلخبط جدا. الحمى العاليه، خبطات الراس، سان ستروك، الشمس، خبطات الشمس، خبطات الراس، 12 ل 14% من حالات الصرع سببها خبطات الراس. فلو انت عرفت ان مصر من اعلى الناس في حوادث المرور، تعرف حجم المشكله قد ايه. احنا مش بس حوادث مرور، احنا عندنا الراس مش يعني، في ناس كان زمان يعني كل ما تزعل ولا حاجه لغايه دلوقتي تخبط راسها في الحيط، دي كارثه. يعني لو جاي خبط راسه في الحيط دي كارثه. ولذلك احنا دايما نقول للامهات خلوا بالكم، الاطفال الصغيرين، الطفل الصغير يقول لك ايه، وقع من على السرير وهو ماشي، وقع مني من على السرير، دي ام مهمله. مفيش حاجه اسمها وقع مني من على السرير، لان وقع على السرير احتمالات ان هيجي له بوست تروماتيك ابيليبسي او صرع ما بعد الخلطات 14%، وده رقم عالي جدا. هي هتسبب لابنها مصيبه تقعد معاه طول العمر، وده من ضمن الحاجات اللي العلاج بتاعها هيستمر طول العمر. بالمناسبه امتى اقول العلاج هيستمر طول العمر من عدمه؟ الرنين المغناطيسي. الرنين المغناطيسي ما فيهوش حاجه، يبقى انا عندي فرصه طيبه ان اسحب العلاج. الرنين المغناطيسي فيه عيب خلقي مثلا، فيه جزء ناقص، هيستمر العلاج طول العمر. ايه اكتر حاجه بتثير يعني ضيقك واعتبار انه اكيد احنا لسه عندنا الثقافه في التعامل مع صرع قليله من المريض ومن اهل المريض؟ حاجتين. من المريض عدم الانتظام على الدواء. ليه؟ خدت الدواء اول شهر النوبات وقفت، ما انا خفيت خلاص سبته. دي كارثه الكوارث، لان العلاج ده مش علاج برد ولا انفلونزا. ان ما كانش يستمر بصفه منتظمه في اوقات منتظمه ولفترات زي ما الطبيب يحدد مش هيخف. اللي اخطر من ده ان يقول لك ايه، هو ساعات ياخد الدواء ويروح موقفه مره واحده، يقوم يحصل حاجه اسمها withdrawal seizure. نتيجه توقيف الدواء فجاه، اذا كنت انا بقول لحضرتك لما اجي اوقف لسه كنت بقول اقعد اسحب في سنه. لما انت تاخد الدواء وخفيت والنوبات وقفت ثم وقفته فجاه ابرابتلي يعني فجاه، هتحصل حاجه اسمها withdrawal seizure، نوبات نتيجه سحب الدواء هتبقى اكثر عنفا مما كان موجود قبل كده. لما تيجي ترجع نفس الدواء لا يستجيب المريض. دي كارثه الكوارث. فلو سمحت امشي على الدواء بانتظام في فترات زي ما تحددها الطبيب. نمره اثنين، تجنب السهر. ما تجيش تقول لي ده انا عنده سهر لكن ده بيقعد كل يوم لغايه 4 الصبح، هتجي لك نوبات. ما تقوليش انا عندي صرع وقاعد قدام النهار قدام التلفزيون والديسكو واللابتوب والكمبيوتر والايباد وطول النهار فاتح البلاي ستيشن، فاتح البلاي ستيشن، دي كارثه. زي الديسكو كارثه. او فاتح لي التليفون على الواتساب او الانترنت 24 ساعه، ما ينفعش. سهر ممنوع. التوترات العنيفه النفسيه ممكن تجيب نوبات صرع. التوترات العنيفه لو واحد عنده استعداد، خبطات الدماغ تجنبها تماما، التعرض الشديد للشمس، السهر الشديد، الانفعالات، المجهود الزايد، كل دي حاجات في منتهى الخطوره على مريض الصرع. الحقيقه وجودك معنا دائما بيسعدنا وبيعطينا حاله علميه متفرده. احنا بنحط ثقافه عند الشعب في مواضيع حضرتك اللي بتشرحها الوحيد. الصرع موضوع متفرد جدا، يظل برضه النظره الشعبيه المتوتره عن الصرع بانه مرض يخجل الانسان منه، لا يحب ان يعرف انه طبعا عنده صرع. البنت لو جالها صرع دي كارثه كبرى جدا، تظل طبعا موصومه، يعني مرض بيصب صاحبه بالعار، هذا خطا شديد جدا. ستيجما بالظبط كده، ستيجما حتى. هذا خطا شديد جدا، لان هذا مرض خطير للغايه، لازم كل الناس تعرف
وما يبقاش موصوم. ومريض الصرع عبقري في الغالب، عبقري ذكي جدا، صحيح جدا، صحيح. وحساس جدا طبعا. استاذنا العالم القدير استاذ دكتور طارق توفيق كان مبدعا كعادته، مشرقا كعادته، مفصلا للمواضيع بشكل علمي دقيق جدا مبهر بالنسبه لي. وانا درست ودرست صرع جزء من البطنه العامه، لكن بس بتابع استمع واستماع لاستاذ قدير في هذا المجال. نورتنا وشرفتنا، وهذا شرف. ميرسي يا بيه، خليكوا دايما معنا. سلام. بنات مقبلات على الزواج، سيدات تزوجنا بالفعل، سيدات تزوجنا وانجبت، وكلهن عندهم مشكله، انا مش عايزه شكل جسمي يتغير، انا عايز افضل زي ما انا. بعد انتهاء الرضاعه بشهرين ثلاثه سيبقى الثدي على ما هو عليه، هيتغير زي شد الوجه والرقبه جراحيا. قاصين على نفسنا ليمون عشان نعمله تحت الخمسين. اذا لم تعشق مهنتك هتعاني. ساعات العين تبقى مبسوطه بس انا مش مبسوط. بنديلها اقتراحات، وعاده بنسبه 99% من العينين بيوافقوا على اقتراحاتها. جراحة تجميل المصري مش بس رقم واحد في مصر، مش عيب نتعلم. كل واحد عنده موهبه كبيره سيسال. حاسه التذوق العاليه في التجميل شيء اخر، لانه جراح تجميل المصري جراح عنده مهاره وصبر. 30 لتر من فتحه واحده، ما شاء الله، ربنا يبارك. الاستاذ الدكتور هاني نبيل، جراح التجميل ومؤسس عيادات ان شيب. اهلا بكم. الست بعد ما بتحمل وتولد بتمر باحساس فظيع جدا، بتلاقي نفسها في بعض الستات وخصوصا بقى اللي هم مهووسات بجمالهم واللي عندهم اعتزاز بشكلهم، ودول كتير قوي. ويمكن اقول لكم ايه، كل ست عندها اعتزاز بجمالها، مش هقول لكم كتير، ده هم كل الستات كده. لما بتولد وتبدا بقى تحس بترهلات ما بعد الولاده والحمل، يعني تلاقي ستريتش مارك، تلاقي وشها فيه شعوب، تلاقي تجاعيد بدات تظهر، الثدي تغير، صدمه صدمه ما بعدها صدمه. يا في ريكورد في الطب حاجه اسمها اكتئاب ما بعد الحمل والولاده، ده موجود. انا عايز اقول لكم انه في الكتب الطبيه انه ممكن قوي التغيرات دي تؤدي الى الانتحار او محاوله الانتحار. مش هنقول كده في مصر، صعب ده يحصل، لكن الاكتئاب والحزن الشديد ده وارد جدا. طيب يا ترى الحلول ايه؟ هنحلها ازاي؟ ده حوار مثير للغايه ومهم جدا، وكل ست هتهتم بيه قوي، لانه في برضه ستات مش مخلفين دلوقتي، لا خلصوا من سنه او من سنتين الخلفه والولاده والحمل، ودلوقتي لسه ما حلوش مشاكلهم. هنفهم الحوار بالتفصيل في موضوع ولا اجمل ولا اهم، ده ناخد بقى الحوار بتاع الكوره بمناسبه اللي بيحصل في الكوره من مع ضيفي العزيز، القيمه العلميه الكبيره والاسم الكبير، وطبعا زي ما بقول دايما ايقونه هامه جدا في عالم جراحات التجميل، واضاف لينا ولي الكثير جدا بوجوده معنا، ويعني فرحان جدا ومفرح جدا كل اسبوع لما يعني بيدينا شويه من وقته الساعه 4 الفجر دائما عشان ينورنا الاستاذ الدكتور هاني نبيل، طبعا بيجستر جراحه التجميل. انا مسهرك ومعذبك دكتور ايمن. لا ده انت حبيبي دايما باجي لك في الوقت. لا ازاي ده، لا 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 بس انا بتصعب عليا جدا، يعني بعد يوم محافل من الساعه 8 الصبح عليك ايه الساعه 2 الفجر نبدا نتقابل ولا 3. حبا في حضرتك، حبا في برنامجك، حبا في جمهورك، حبا في توصيل معلومه صادقه صادقه بما يعني بما تحمله معاني الكلمه، ان احنا كل ما اللي عندنا من معلومه او علم ربنا سبحانه وتعالى ادهولنا او قليل من الخبره ربنا سبحانه وتعالى يسرهولنا، احنا بنقدمه على الترابيزه دي بكل الحق، منزه عن كل اغراض اي حاجه. انا مش عايز اقول اي حاجه. لا انا 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 فرحان جدا بالفتره اللي فاتت وسعيد باللي جاي كمان. يا رب يا رب. لانه احنا وضعنا نقاط عديده جدا بمنتهى الحياديه بمنتهى الوضوح، لكن لماذا اخترت هذا الموضوع؟ يعني الموضوع ده ليه اخترته تحديدا؟ موضوع بشوفه كتير قوي في العيادات دكتور ايمن، انه بنات مقبلات على الزواج، سيدات تزوجنا بالفعل،
سيدات تزوجنا وانجب وكلهن عندهم مشكلة، انا مش عايزة شكل جسمي يتغير، انا عايزة افضل زي ما انا. ده قبل ما تتجوز او اتجوزت وخايفة تحمل او حملت مرة واقولها لا خلاص بس لما تخلصي، انا مش هقول التاني مش هقول التاني، لا ده كده الحمد لله الحمل ده عدى كده على خير الحمد لله. حضرتك الانجاب المال والبنون زينة الحياة الدنيا. بعض البنات والسيدات بقوا بيبعدوا عن الزينة عن جمال الابوة او الامومة عشان خايفين على نفسهم، ولا يدركن ان العلم النهاردة قدم لهم كثير من الحلول. ده في ناحية. ناحية تانية بنلاقي سيدات انجبن وجايين للعيادات عندنا شبه محطمات. انا مش عايز اقول محطمات، شبه محطمات كانها نهاية العالم. انا ما كنتش كده، هتصدقني يا دكتور ايمن واحنا اصدقاء وما فيش اي مجال انا اقول لك حاجه ما تحصلش، يبكين على قدامي على المكتب بيعيطوا بالدموع. انا ما كنتش كده، يا ريتني ما اتجوزت، يا ريتني ما خلفت. ليه يا ريتك ما خلفتي؟ ده الناس بتصرف ملايين الجنيهات عشان تخلف طفل. اجمل حاجه في الدنيا اولادنا، اجمل حاجه بعد ربنا سبحانه وتعالى اولادنا. لا جاه ولا مال ولا شهره ولا علم ولا عيادات ولا حاجه في الدنيا غير ولادك حبايبك. تخيل ان هي حرام. بيزيد من المأساة ومن الصعوبة تعليقات بعض الأزواج على التغيرات التي طرأت على السيدات. ده بيجرحهم جدا. أنا عندي بنتين لسه في مرحلة الدراسة، وبكره إن شاء الله ربنا يدينا ساعة عمر يكتب لهم التوفيق يتجوزوا ويخلفوا. أنا بوصل لهم رسالة معاك النهاردة لو اتفرجوا عليا، ما تخافوش العلم هيساعدكم، حتى لو ما كنتش موجود ربنا هيوجد دكتور دكاترة كتير جدا شاطرة تساعدكم إن أنتوا تبقوا أحسن، إنك تبقي سعيدة ببنتك، سعيدة بابنك، سعيدة بحياتك بالشكل الجديد. أنت ممكن تبقي أحلى بعد الحمل. نخليكي بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى اكثر نضجا بعد الحمل. اذا الحوار واضح انه سيكون مثير ونفسي، مهم قوي قوي لانه واضح قوي ان الرساله فيها جزء نفسي. فنبدا بالابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ السؤال ده انا هحط كلمه واحط تحتيها خطين مهمين قوي. اعطاك ثانيه، انا بحبك حبيبي بجد حبيبي يا دكتور، انا احبك في الله والله، حبني الذي احبك، ابتسامتك احبك الذي احبك، وانا احبك في الله يا دكتور. الله يخليك والله، ربنا يخليك دائما. لا بالعكس والله، ده احساس رائع يعني. لا والجميل اصل احنا عندنا ساعات ناس بتعلق على اللون الاسود اللي فجاه بيدخل، فانا قلت انت هتقول لي لا الدنيا خالص 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 بالعكس. استبشارك بشره ولا تنفره، ربنا يخليك. من الحاجات اللي وانا قاعد قدامك بتديني طاقه بتبشر. لا انت كمان عندك طاقه جميله حبيبي في المكان كله بتبقى. لكن انا هحط كلمه هنا اضافيه في السؤال ده، اتفضل. الحقيقه فريق الاعداد الرائع ما حطهاش، لكن انا هحطها. المراه الحامل العربيه، بحكم ان انت كمان ليك تواجد في المنطقه العربيه كبير طبعا، لكن خلينا نقول العربيه بالذات، تمر بتغيرات جسديه طوال فتره الحمل عنيفه اكثر من غيرها، يظهر ذلك على شكلها بعد الولاده. ابيض اسود ام رمادي؟ ابيض. مفاهيم خاطئة. انت بتاكلي الاثنين، انت لازم تتغذي كويس، كل ما بتزيد في الوزن بتعتقد ان الطفل او الجنين هيطلع اكثر صحة. دي معلومة خاطئة تماما. التغيرات النفسية بتؤثر بشكل او باخر على التغيرات الجسدية، فبنعاني بيها كتير. احسن حاجة عشان السيدة تحمل وتنجب باقل الخسائر انها تمشي مع العلم، تروح لدكتور النساء بتاعها تقول له المفروض ازيد كام كيلو، طب اعتني ببشرتي ازاي، طب اعتني بشعري انه ما يسقطش ازاي، طب اكل ايه عشان ما عنيش بفتره تساقط شعر بعد الحمل، طب لو حصل اعمل ايه. في مرحله الحمل بتتابع مع دكتور نساء، بعد الولاده بتتابع مع دكتور تجميل يقول لها المشكله، مش بالضروره يعمل لها حاجه. يعني مثلا تساقط الشعر في اثناء الرضاعه ده هيروح لوحده، ست شهور من الحمل شعرك هيرجع زي ما كان، مش بنكتب لك حتى عليك. دي حاجة معلومة طبية لازم الناس تبقى عارفاها. إذا زاد عن ست شهور بنبتدي نعالج بقى ونشوف المشكلة إيه، نعالج بقى بأدوية منزلية، نعالج بميزوثيرابي، نعالج بالبلازما، في حلول في حلول. المرأة الحامل أو اللي بتاخد حبوب منع الحمل اللي فيها هرمون الأنوثة اللي هو الأستروجين ممكن جدا يظهر في وشها بقع وترهل أيضا. لا ده مش صحيح، مش شايفه ابيض خالص، انا شايف ان هو رمادي 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 مسود. يعني انا ما اعرفش انواع حبوب منع الحمل ايه، ممكن دكاتره النساء هم اللي يفصلوا فيه.
انا لست في اي مرحله مع ان احنا ناخد هرمونات. هو مش ده الحل. هو ربنا خلقنا بهرموناتنا، مفيش هرمون هنضيفه الا بعض الهرمونات اللي لما بيحصل فيها عجز زي مثلا غده رقيقه او غيره، ساعتها هنعالجه. لكن انا اخد هرمون، انا مش مقتنع بكده. اللي بيحصل ايه؟ انه عادة السيدة اللي تنجب ما بتعانيش من ترهل الوجه، هي بتعاني من مجموعة أشياء، أنا لو وقتك يسمح دي أقولها لك. تساقط الشعر، شحوب الوجه، دبلان الوش، بعد الرضاعة ممكن يبقى في تهدل في الثدي، ممكن طبعا في سمنة سواء سمنة موضعية أو سمنة كلية جسمها كله وزنها زاد، بعض ترهلات البط، تشققات البط، بعض السلولايت بيبتدي يظهر بشكل ملحوظ بعد الحمل والرضاعة، التغير الهرموني الطبيعي اللي بيحصل أثناء فترات الحمل والولادة، ترهل في الفخذين، ترهل في الذراعين، كل حاجة ممكن تحصل. نقللها بالوقاية الأول. عشان كده النهارده هنتكلم اكتر عن الوقايه. طب اعمل ايه عشان ده ما يحصلش؟ او لو حصل يحصل بدرجه بسيطه، علاجه ما يبقاش جراحه، علاجه يبقى بعض الاجهزه البسيطه، بعض الادويه البسيطه، جلسات بسيطه، ترجعي زي ما كنتي. هو ده المهم. كل ده ممكن يحصل، نقلله ونحافظ ان احنا ما نوصلوش، عشان في الاخر العلاج ما يبقاش جراحه. البطن من المناطق التي تعتقد الست الحامل ما بعد ذلك انها لا يمكن تستعيد شكلها مره اخرى نظرا للتغيرات الرهيبه والعجيبه التي تحدث فيها. ابيض الاسود ام رمادي؟ اسود طبعا. لا أسود. بتصلح طبعا. ساعه ونص يعني. صعب طبعا. لو في عندنا الفيصل في القصه دي، احنا عندنا عضلات قدامها دهون قدامها جلد، لو في مشكله في العضلات دي اصعب حاجه، بنحتاج نعمل ساعتها تامي تاك او شد البطن. ساعات بنعمل شد بطن مصغر لو العضلات كويسه، لكن العضلات مش كويسه او حصل تباعد لعضلات البطن الرئيسيه، هنا بنحتاج اصلاح هذه العضلات. اصلاح العضلات ده زي في الصوره بالظبط، العضلات بعدت كده، ده بنسميه في الطب فتق جدار البطن، ده يستدعي جراحه. اوكي. لو العضلات كويسه في دهون هنشفطها، في دهون وترهل جلد هنستخدم اجهزه اللايبو ساوند اللي اتكلمنا عليها قبل كده. اللايبو ساوند من احسن اجهزه العالم النهارده في شد الجلد والتخلص من دهون من خلال اذابه الدهون بالموجات الصوتيه. طيب لو العضلات كويسه وما فيش مشكله خالص في الدهون بس الجلد في ترهل عنيف، ساعتها بنلجا ليه؟ بنلجا لشد البطن المصغر. شد البطن المصغر دي عمليه ممكن تجرى تحت البنج الموضعي بالكامل، بنشفط دهون البطن كلها، بيبقى في كسره تحت الجلد كده من فتحه القيصريه بالظبط، بنشيل الجلد زياده. لا بنفصل الصوره ولا بنحط درانق ولا بنقيم في مستشفى ولا بنعمل اي حاجه من دي خالص. العمليه بتستغرق ساعه، ساعه ونص، بتروحي بعد ساعه ونص اللي هي مده العمليه فقط. الاسم القائم غائب عن اذهان العربيات تحديدا، النساء العربيات غائب عنهم كلمه الرياضه اثناء الحمل، ودي اللي خلت الترهلات تبقى زايده. ابيض اسود او ابيض؟ ابيض ابيض غائب تماما، مش اثناء الحمل، اثناء الحياه. الرياضه عندنا بس، حتى الست اللي بتلعب تيجي في الحمل، يعني الحمل احنا لازم تمشي بس. تمشي بس وما تتخنش قوي يا دكتور ايمن. بتيجي بنات صدقني 26 27 30 سنه تقول لي اصل انا تخنت قوي في الحمل، انا وهي داخله على المكتب ببقى عارف مشكلتها، يعني شكلها هي لسه بيبان يعني، فتقول لي وقدامها بطن صغيره كده، تقول لي اصل انا تخنت 31 كيلو في الحمل، كان عندي امبارح واحده تخنت 31 كيلو في الحمل، ده حضرتك لما اتجوزتي كنت كام كيلو؟ قالت لي كنت 60، يعني حضرتك عشان تجيبي طفل 3 كيلو تخنتي 30؟ قلت له المفروض اتخن كام؟ انتوا حضرتك دكتور لسه ما قالكيش المفروض تتخن 10 12 كيلو مثلا 8 ل 10، ليه 30؟ متخيله حضرتك بطنك بقت قد ايه؟ جسمك بقى قد ايه؟ هنولد الجلد باظ، محتاجين طمطك، محتاجين شد بطن. اذا ما ولدتش مره واحده، لا حضرتك ولدتي 7 مرات، 30 كيلو دول 7 ولادات يا فندم. طبعا بنستثني من ده الناس اللي بتولد توينز مثلا او تريبلتس، الناس اللي بتولد توأم او ثلاث اطفال توأم توائم، فبيبقى في الحاله دي غصب عنها خلاص حجم البطن هيكبر بنصلحه. هنذهب الى الجزء الثاني، المتهم والجاني والبريء. وده بقى ممكن تلاقي ان المتهمين او اللي بيوجه لهم اصابع الاتهام قد يكونوا المرضى او قد يكونوا الاطباء غير خبرات، يعني غير اللي ما عندهمش الخبره. ما هو ما اكيد اللي عمل المشكله ما عندوش خبره او مش متخصص، وقال لك اما اعمل يعني نجرب نجرب، ما هيجرح ما هيجرح ما هيجرح. تعال نشوف مع بعض المتهم والجاني والبريء. جاني متهم أم بريء؟ الحياة
المتهم، ما انا جاوبت كده قبل ما اسالك، لكن يلا المتهم الاول. المتهم الاول الحقيقه في رايي اللي هتكلم عنه دلوقتي في سؤالي هو مش بس المريضه، هي الاهل كمان المريضه، يعني ممكن جدا. هي الفكره انه بعض السيدات وزويهم يعتقدوا، الام تقول بنتها لو هي صغيره شويه ما تعمليش حاجه في صدرك هو هيتحسن بعد شويه، هل هي او اهلها اللي بيعتقدوا انه بعد الحمل والرضاعه وترهل وتهدد الثدي وانكماش وتغيراته هيرجع بشكل اخر لحالته الطبيعيه بعد فتره ما، انا ما اعرفش ازاي، ده هتبقى الفكره دي متهمه ولا جانيه ولا بريئه؟ لا جانيه طبعا، مفيش حاجه بتتغير. بعد انتهاء الرضاعه بشهرين ثلاثه سيبقى الثدي على ما هو عليه، هيتغير ازاي يعني؟ حضرتك ممكن تتخني شويه فيملى شويه ده، او تخس شويه فيفضى شويه بحكم التغير الطبيعي، لكن حضرتك خلصت رضاعه خلاص، فطمت الجنين، فطمت الطفل، وهتقعد 6 شهور. ده معناه بقى ان كل الامهات في الدنيا كل 6 سنة و6 شهور صدرهم شكله يتغير. في حاجه اسمها كده؟ لا مفيش حاجه اسمها كده. اترهل اترهل اللي بصبغ. اوكي؟ لو انت لسه ما كملتيش رضاعتك وحملك كملي، عشان لما نيجي نصلح ده ونفسد ما افسده الظهر، او نصلح ما افسده، عفوا نصلح ما افسده الظهر، نصلحه بشكل نهائي. لان بقى التقنيه اختلفت شويه دكتور ايمن. المشكله كانت عندنا ايه في شد الثدي او تصغير الثدي؟ ان احنا كنا كجراحين زمان لما نيجي نشتغل الحالات دي نديك صدر العيانه شكله حلو قوي، هي مبسوطه، جوزها مبسوط، الدنيا زي الفل، بعد 3 سنين تيجي لك نفس عيانه يقول لك يا صاحبي هسوي ايه؟ ما كناش بنثبت الثدي في قفص الصدري، انسجه الثدي، فكنا بنسيبه المتغير اللي هو الجاذبيه الارضيه بتاثر على الثدي. اوكي؟ لو السيده بتقعد بدون مثلا حماله صدر في البيت او ده طبيعي بيبتدي الجاذبيه تتاثر وبالتالي الثدي يترهل تاني. فكانت عمليه لما وانا صغير كنت اقول هو احنا نعملها كنت 3 سنين يعني هي مش كده، لحد ما بقت الافكار والعلم وصل لنا لا في تكنيكس جديده بنستخدمها دلوقتي في عيادتنا، انا مش بس بصغر الثدي او بشد الثدي، انا بثبت الثدي بشكله اللي هتطلع بيه من العمليه مدى الحياه، بشرط ما نحملش ونرضع تاني كتير، ممكن مره تعدي لكن هنفضل نحمل ونرضع ما خلاص بقى هيرجع تاني يبوظ. تثبيت الثدي واعطاء شكل الثدي الجمالي المتعارف عليه بشكل دائم بقى هو ده الهدف من العمليه. يعني كان زمان تيجي انا عايز ايه؟ اصغر صدري. احنا داخلين هنصغر الصدر، يعني بنحف يعني. لا لا لا، شكله ايه؟ دوران خارج الثدي ايه؟ المسافة بين الثديين ايه؟ نقطة الالتقاء عند الهالتين شكلهم فين؟ المسافة بين الهالتين وبين عظم الترقوة، المسافة كله بحسابات دلوقتي. بقى انت هتشوف الثدي مش هتعرف انه اتعمل خالص، لا شد ولا تصغير ولا رف ولا حاجة من دي خالص، هيبقى أشبه بالمكبرة صدرها. هو واقف كده والثدي مشدود وفي مكانه، مكان الهاله بالنسبه لتلت وتلت، نفس القصص دي بتتعمل عن طريق تثبيت الثدي بتقنيه حديثه في القفص الصدري. في سؤال بقى مهم قوي، والسؤال ده بقى يعني الطبيب الذي يقرر اجراء عمليات شد للوجه بعد الحمل والرضاعه جراحيا ويقول ان هو الحل الامثل، ده متهم ولا بريء ولا جاني؟ يعني ليه؟ عايز افهم دي. احنا بنتكلم في اكبر حاجه في الحلقه دي اللي فيها حاجات انا ما اعرفهاش. لا جاني طبعا، لانه احنا بنتكلم في فترات الحمل عند السيدات لحد سن ال 40 ال 45 مثلا. انت هتشد وش ست عندها 40 سنه؟ ده حد اقصى، ده ممكن تبقى 37 35 تعمل. انت بتشد 40 و45 وش، اما نعمل ايه في 50 و60 و70 هنام فيهم ايه؟ لا طبعا. في حلول كتير قوي اذا كنت حضرتك لا تدركها حرام تضيع عليها فرصة شد الوش، ده بتعمل في الحياة مرة أو اتنين. ابتدي له من 55 60 عند ال 70 نعمل مرة تانية. لو يعني شد الوجه والرقبة ليه روحيا؟ احنا لازم نبقى عاصين على نفسنا ليمون عشان نعمله تحت ال 50. طيب في ست بتولد 50 سنة؟ لا. طيب معدل في معرفة حضرتك كطبيب يعني مشهور اخرهم 42 41 لا الافرج بقى للولادات الثلاثينات الثلاثينات كلها؟ طيب صح؟ هتعمل لنا شد وش ولا لا؟ لا جراحه؟ لا لا جاني. جاني جاني ارجوك اسجنه. هنسجنه اسجنه ده هنسجنهم ده في ناس كتير قوي. هنروح للوهم والشك والاخير. وهم شك ام يقين؟ طيب هو السؤال اللي وراه على طول اكيد منطقي، هفكر
انه البوتوكس والفيلر والخيوط هي الوسيله الافضل لعلاج مشاكل الوجه والرقبه بعد الحمل والرضاعه. بتبقى لكلامنا وهم ولا شك ولا يقين؟ يقين يقين بقى. يقين لازم لو حصل طبعا لكن مش بالضروره نستخدم برضو دول، ممكن اقل كتير، شويه فيتامينات، شويه تغذيه سليمه. ما هو انت عارف احنا عملنا في عيادتنا ايه؟ احنا كان عندنا مشكله دايما الجراح دقينا الناس بتفكر كده، انا لو رحت الجراح هيقول لي عمليه. لا حضرتك، مش لازم الجراح يقول لك عمليه، ممكن يقول لي انا عندي مثلا 10 15% اللي بيجوا لي في اليوم، بقول لهم حضرتك دي جايه غلط، روحي عندنا لدكاتره التغذيه، انت محتاجه تخسي. تقولي بجد؟ يعني حضرتك مش تعملي عمليه؟ مش هعمل لحضرتك عمليه، انت عندك 5 6 كيلو، مفيش دي فوق، اشفطك ليه؟ مش هعمل شفط، روحي خسي. طب انت في منظومه متكامله من اجهزه تنسيق القوام، من الجراحات، من التغذيه. احنا عندنا كل البدائل، مش بالضروره فكره هروح لجراح يعمل لي جراحه. هنا نفس الموضوع، مش لازم اعمل لها بوتوكس، لازم اعمل لها فيلر، مش لازم عيان 30 سنه اعمل لها خيوط ليه؟ ممكن مش محتاجه، مش لانها انا بعرف اعمل خيوط وهي معاها فلوس خيوط نعمل لها خيوط. المعادله دي، المثلث ده بقى مرعب، مثلث بموده، مثلث الرعب في التجميل. انا بعرف او ساعات ما بعرفش، والعيال معاها فلوس هتدهاني فاقوم عامل لها الثالثه. لا يا فندم، هو مش ده المثلث الصحيح. العيال هتستفيد وانا بعرف اعملها كويس هعملها لها. هو ده المثلث الصحيح في الطب. بقى في التجميل شويه مختلف سنه، مش في المطلق، انه لو العيانه معاها فلوس وانا يعني ربنا هيسهل ان شاء الله وهيوفقني نعملها. ده مثلث السوبر ماركت، مش مثلث عيادات اي تخصص. طيب احنا النهارده حطينا قواعد مهمه قوي لكل ست في الحمل والولاده. لو انت هتبعت تلغراف للست اللي دلوقتي حامل وفي اواخر شهرها، تلغراف وهتكتب فيه برقيه تهنئه، برقيه توجيه، اكتب فيه اللي انت عايزه. لن اعنفها، لن اطالبها بما لا تطيق، لها ابشري مهما كنت حصل لك اثناء الفتره في السادس في السابع، احنا هنعالجك، هنعالجك وهنعالجك كويس. قولي لاختك وصاحبتك اللي لسه ما حملتش، ارجوكي نحافظ عشان ما تروحوش للدكاتره. احنا مش عايزينكم تيجوا، احنا عايزينكم تبقوا سعداء بدون ما تتاثر نفسياتكم بكلمه من هنا، كلمه من زوج، كلمه من اخت، كلمه من حما. مش عايزين ده ليكوا انتوا. رصاصا اوصانا بالنساء، استوصوا بالنساء خيرا، رفقا بالقوارير. رفقا بالقوارير، احنا بنخايفين عليكي من حد يضايقك بكلمه. نورتني حبيبي، ميرسي جدا دكتور. كالعاده بتبهرنا وبتسعدنا، وحوار ممتع ولذيذ ومهم جدا ان احنا نفهم التجميل بهذه الطريقه، الطريقه البسيطه، الطريقه اللي فيها علم بس فيها احساس وحياه. ده مهم جدا، وده اللي احنا اضفناه على فكره كتير قوي في حوارنا مع القيمه القلب الكبيره استاذ دكتور حنبلي. حبيبي نورتنا، بس يا دكتور خليكم دايما معنا. سحب العين كمبيوتر، وناس كتير دلوقتي بقى في وصله ما بين عينيها ولسانها، يعني اول ما بيشوفوا حاجه غلط بيروحوا قايلين عليها على طول. طب لما حضرتك درست الكلام ده في سنه اولى اسنان تمام ونجحت فيه، لما كبرت وبقيت راجل خبير وبتقول انا خبير تجميل، نسيت يعني سنه اولى؟ ما هو النيتشر اللي هما النيتشر اللي هو الطبيعه الانسانيه بتاعتنا في الشكل، فاي ديفيشن او خروج عنها هتبقى ملاحظ والناس هتقعد تتريق عليك. تخيل بقى سعادتك رايح تجيب ماده تحطها جوه بقك ما تعرفش مصدرها ايه ولا نوع الماده ايه، وتقول لي انا رايح ابيض. لا، اي اجراء لازم تعمله عند دكتور اسنان ثقه، مش دكتور اسنان كمان عادي. لو حضرتك تخيل كائن واحد بني ادم جه عينيه تحت مناخيره، بني ادم طبيعي ده. بمعدل قد ايه بتشوف حد تبقى عارف ان هو عامل تجميل؟ كتير جدا. النهارده عايزك توصف لي تفاصيل هذا الكفاح المسلح. لا، انا طبيب في الاساس، طبيب مهمته يعالج. ناس كمان ثقافتك في الاسنان، لا احنا قدامنا سنين. اي وصفه بعيد عن طبيب الاسنان في الاخر مصيرها تدمير الاسنان. الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كليه طب الفم والاسنان جامعه القاهره، تخصص في مجال تجميل الاسنان، عضو الجمعيه الامريكيه لتجميل الاسنان، عضو الكونجرس العالمي لزراعه الاسنان جامعه نيويورك، احد مطوري حشوات الاسنان التجميليه.
اهلا بكم. في عالم الاسنان وفي عالم تجميل الاسنان في منطقه مهمه جدا، ان حد طبعا عنده اسنان وفيها مشاكل فراح لمنظومه المفروض انها منظومه متكامله في الاسنان، فعمل تجميل اسنان، خرج عمل تجميل اسنان بمواصفات تجميل اسنان المفروض الكويسه، فخرج فكل اللي شايفه وكل اللي بيقابله يقول له انت عامل ايه في اسنانك. وكلمه انت عامل ايه في اسنانك دي على فكره بيقولها نوعين من البشر، بيقولها ناس قريبين منك جدا وناس مش قريبين منك قوي، بس بيبينوا لك شيء معين، بيوصلوا لك رساله معينه. القريب منك من حقه طبعا يقول لك على انطباعاته عنك ايه، اخوك، اختك، صاحب، صديقك، صديقتك، خطيبتك، مراتك، كل دول ناس من حقهم انهم يقولوا لهم، ينقلوا انطباعهم عنك. المشكله بقى في الناس اللي مش قريبه منك قوي، من حقهم، انا في رايي من حقهم، بس بيوصلوا لك الرساله ازاي؟ لو قالوا لك انت عامل ايه في اسنانك، في حد ذاتها الجمله هل هي معناها ان انت اكيد عامل شيء ملاحظ وبالتالي خارج مقاييس الجمال؟ هي ايه مقاييس الجمال؟ والجزء الثاني من الناس او جزء من الناس اللي ممكن يقولوا لك كده، وانت عامل ايه في اسنانك؟ باستغراب، ده اكيد بيوصلك رساله ان انت عامل حاجه كارثيه. يعني ده مش بس عارفه، ده عارفه وانتقدوك في نفس الوقت. العين كمبيوتر، وناس كتير دلوقتي بقى في وصله ما بين عينيها ولسانها، يعني اول ما بيشوفوا حاجه غلط بيروحوا قايلين عليها على طول. الناس دي لازم نحترم نظرهم، لانك في النهايه انت بتعمل تجميل عشان يبقى شكلك حلو لنفسك وللناس، ده مهم جدا. تجميل الاسنان عالم مثير ومهم للغايه، وضيفي واحد من اللي اسسوا هذا المعنى، وربما في الاعلام يعتبر هو بدايه ظهور كلمه تجميل الاسنان في مصر كانت على لسانه، وضع المعاني الاساسيه لتجميل الاسنان في الوقت اللي بعض الناس كانت بتتكلم على انه تجميل الاسنان ده شيء اجتهادي، هو وضع له قواعد علميه واضحه جدا ودافع عن هذه القواعد ودافع عن عالم تجميل الاسنان، لغايه لما بقت الاصوات كلها دلوقتي بتنادي ليه ما يكونش في تجميل اسنان في كل او قسم تجميل الاسنان في كل الجامعات المصريه. خلينا نرحب بضيف العزيز الاستاذ دكتور نور الدين مصطفى. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا دكتورنا، منورنا في الناس الحلوه. انا اتشرفت بيكم مع الناس الحلوه. الناس الحلوه يعني النهارده بيسالوك ناس كتير قوي، الناس الحلوه. قبل ما نبدا، هو لما حد يشوف سنان ما يحسش انها هوليود سمايل، انت اول واحد في حوارات اعلاميه قال كلمه هوليود سمايل، تمام، ويشوفها مش بس هوليود سمايل، يشوفها حاجه ثانيه غير هوليود سمايل. في ناس بتشوف وتنطعج وتبان عليها، تمام، يعني تزعل وتبان عليها، وفي ناس من قرب من الشخص يقولوا له دي يا ابني مش هوليود سمايل، دي اي حاجه ثانيه، وفي ناس بقى جرأتهم وممكن تصل المساله لمساله يعني الى حد التدخل، ان هو بقى يعني يقولوا جمله مخيفه للشخص يخلوه ما يباتش الليل الا ثاني يوم لازم يروح يغير اللي هو عمله، يكسرها. ايه اللي حصل خلى ناس كتير ما تخرجش بابتسامه جميله حقيقه؟ اللي حصل ان احنا يعني خلال الفترة اللي فاتت واحنا مع بعض خلال مشوارنا الطويل ده ارسلنا مبادئ لتجميل الاسنان. كان احنا لما هنا بنطلع نقول هوليوود سمايل، الناس يعني ايه هوليوود سمايل؟ ما فيش علم مش موجود في مصر، ما حدش بيعمله. بنتكلم على قشرة تجميلية، تقريبا كان قال اول حد قال كلمة قشرة تجميلية، قال كلمة عدسة اسنان لاصقة، وانت انا باخد العلم اللي انا درسه بره وبترجمه عشان اعرفه للناس. فالناس ما تعرفش يعني ايه تجميل اسنان خالص. وكان هدفنا خلال الفتره دي ان احنا نخلي مصر مركز لتجميل الاسنان، بدل ما الناس اللي كانوا الى حد ما بيفكروا يطلعوا يعملوا تجميل اسنان بيطلعوا لبنان وبيطلعوا دبي او بيطلعوا امريكا، لا احنا قلنا احنا عايزين نبقى هنا مقصد لتجميل الاسنان. فخدنا المشوار بتاعنا ونجحنا، بدليل ان بعضهم جه مصر بعد كده. لا ده مش بعضهم، ده احنا الحمد لله دلوقتي احنا فعلا بقينا مركز لاستقبال تجميل الاسنان في الشرق الاوسط وفي العالم. انا ما بتكلمش على المرضى، انا بتكلم على الدكاتره نفسهم. ما هو دليل ان احنا غيرنا السوق، خلينا بالعربي كده، في سوق في تجميل الاسنان كبير قوي اتفتح في مصر، تمام؟ طيب قبل ما احنا كنا نتكلم عن تجميل الاسنان ما حدش كان بيشتغل تجميل اسنان كتير، واحد يعني اسم او اتنين كانوا بيشتغلوا معانا. طيب بدا موضوع تجميل الاسنان يبقى فيه ديماند ويبقى فيه ناس كتير عايزاه، احتياج، في ديماند، في احتياج وناس كتير عايزاه،
والناس كلها مش هتروح عند الاثنين ثلاثه اللي موجودين اللي هم بيشتغلوا تجميل اسنان لان ممكن ما يعرفوهمش او لصعوبه الوصول ليهم، فيبدا يروح عند اي دكتور. فبدات الدكاتره تسمع كلمه ايه، دكتور انا عايز اعمل تجميل اسنان، دكتور انا عايز اعمل هوليوود سمايل، دكتور انا عايز اعمل قشره تجميليه، دكتور انا عايز اعمل عدسات اسنان لاصقه، تمام. والدكتور ما يعرفش يعني ايه الحاجات دي، يوم فجاه يوم فاتح الانترنت يشوف الدكتور الفلاني قال هوليوود سمايل بتتعمل بشكل الفلاني، وهو ما فيش تحت ايده كمان تولز الاوحش. يعني انت مش بس هوليوود سمايل علم، انت كمان في ادوات لازم تكون تحت ايدك وعشان تقدر تنفذ بيها التجميل. ففجاه ناس كتير دخلت في الموضوع واشتغلت، ويطلعوا ايه، ويطلعوا تيجي تبص على الكيس ايه ده، مفيش اي ابعاد للجمال والتجميل في الحاله. عشان كده بقت ناس كتير تشك، ودي بقى المشكله، ده اللي بيخليني دلوقتي اعمل حمله ضد الكلام ده. الناس بدات تشك في تجميل الاسنان كتجميل اسنان. لا حضرتك، تجميل الاسنان ده علم قائم وبيطلع نتائج مذهله، لكن مش معنى ان انت شفت يعني انتاج غلط يبقى القصه نفسها غلط. لا لا لا، الناس دي هي اللي غلط. طب انت مش يعني عالم الناس اللي اشتغلوا تجميل اسنان في العالم كله سموا الابتسامه الجميله هوليوود سمايل. طيب انت شايف الابتسامه اللي هي باين قوي انها ارتفيشال، مصنوعه في انواع منها كمان، في انا بشوفها ساعات باشكال، سميها ايه؟ هقول لك الاول هم بره سموها ايه لما شافوها. هم سموها بره، سموها طبعا، لان ما هو حضرتك اللي بيشتغلوا تجميل اسنان فعليا هم عدد قليل مش كبير. هو حضرتك في 50 يعني في 50 مليون دافنشي، في 50 مليون جوتشي، في يعني البراندز اللي بتطلع شغل محترم مرتبط، بس هم قليلين في الاخر. ففجاه البراندز دول بداوا يشوفوا اشكال عجيبه جدا للتجميل، فطلعوها بره قالوا تشيكلتس تيث سمايل. تيث يعني اسنان شبه اللي بان للتشيكلتس لما ترصه على اسنانك. انا سميتها ايه بقى؟ انا سميتها بدل هوليوود سمايل اللي بانا سمايل. لبانه، جبت البانه حطيتها على اسنانك ورحت مشرطه كده مديه شكل، انت خدت لون لكن بوظت شكلك، انت اتنقلت من شكل ادمي الى شكل غير ادمي بالمره. ده بيهرج ده يعني، ده تهريج. ما هم فعلا بيتريقوا، حطت البنه شكلس فعلا. انا عايز اقول لك بقى ان من اصل تقريبا 100 واحد بيعمل تجميل اسنان دلوقتي في وسط الناس، يعني 5-6 اللي بيعملوه صح، 5-6 من الحالات طلعت عاملاها صح. ليه؟ لان في الاخر مفيش مقاييس، مفيش ابعاد، مفيش مراعاه للماده اللي انت هتستخدمها، مفيش مراعاه لكل الحاجات اللي احنا الخطوط العريضه اللي احنا اتكلمنا فيها في عالم التجميل. اذا هنذهب الى الحلقه ده كله مقدمه الحلقه. سنذهب الى الحلقه ما بين طبعا اقسامها الثلاثه، ولكن خليني اقول لك في اقسامها الثلاثه عايزين نرسي انه علم التجميل الاسنان ده علم قائم، له ابعاد وله تولز وله استخدامات او له ادوات خطيره جدا واجهزه حديثه جدا تساعد على تنفيذ الموضوع. الفهلوه في تجميل الاسنان زي الفهلوه في اي حاجه، ان حد ما يكونش مسؤول. على فكره لما بنشوف الفهلوه دي مثلا واضحه جدا في كل تصرفاتنا في مصر، كل تصرفاتنا بقى قائمه على الفهلوه. يعني حد مش بتاع ديكور، هو مثلا من راجل بتاع عماره مش بتاع ديكور، تقول له تعرف الديكور؟ لا افهم طبعا. يعمل لك بقى حاجات جوه بقى كارثيه. هي دي المشكله. في انت بالدكتور اسنان تعرف تجميل الاسنان؟ اعرف يعني هي مش اسنان، مش تبعي، هو مش بتاع، مش ما درسوش. طب ما يدرسوا، ذاكروا، ما يدرسوا، يدرسوا. ما يدرسوا على فكره يقدر في كورسات، في حاجات كتير قوي بتتعمل في يعني اللي عايز يدرس الكلام ده في مكانين كبار جدا، في امريكا وفي ايطاليا. الاثنين دول عندهم معاهد لتجميل الاسنان، روح وادرس ما دام انت حابب الموضوع، ادرسه. انما عمرك ما هتطلع شغل تجميل اسنان بايه، بالهوايه يعني، او بدون دراسه. تعال نشوف الابيض والاسود الرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ تجميل الاسنان هو عالم الريليشن شيب، هو عالم العلاقات ما بين الوجه والوانه واشكاله وتقسيماته والاسنان. ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ ابيض طبعا. طبعا في علاقه مهمه جدا، لازم نتفق ان كلمه هوليوود سمايل او تجميل اسنان هي في الاخر هي طريقنا للوصول للابتسامه المثاليه.
فالابتسامه المثاليه دي ليها ابعاد كتير بقى، واحنا قلناها في حلقات قبل كده، يمكن 21 كرايتيريا عشان تعمل تجميل اسنان، من ضمنها شكل السنه لوحده، كل سنه لوحدها شكلها ايه، وضع السنه مكانها، ميل السنه، علاقة الأسنان بعضها ببعض، يعني في علاقة ما بين كل سنة والتانية، سواء في الحجم أو في الرصة، يعني واحنا بنرص الأسنان أو في حجمهم، علاقتهم ببعض ليهم علاقة معينة، واتكلمنا فيها قبل كده اللي هي الجولدن بروبورشن، وبعد كده قلنا لا ده الجولدن بروبورشن يا جماعة عشان احنا كنا بنقربها للناس، دي جزء من التجميل، لا في حاجة اسمها الريد بروبورشن ودي الأعم، الجولدن بروبورشن دي عشان بنقدم لكم أرقام تبقوا فاهمينها بس، لكن في ريد، الريد دي الأشمل والأعم اللي هي بتدينا كذا بروبورشن من الأسنان وبعض، وفي بعد كده علاقة ما بين الأسنان دي كلها وما بين اللثة، وده مهم جدا، وده جزء بقى بيهمله اللي ما يعرفوش تجميل اللي هم أكتر من 99%، حضرتك اللثة دي برواز السمايل، برواز الابتسامة بتاعتك، لو حضرتك البرواز ده مش مظبوط خلاص كل اللي انت عملته انتهى، كيسز تخش وتخرج انا عامله تجميل، طب انت حضرتك الجامي سمايل اللي انت عاملاها دي ايه؟ طيب اللي انت سايباها دي من دخلتي عملتي تجميل ازاي؟ دخلتي عند مين يعني؟ مش اسمها سمايل اناسيز، بنعمل تحليل الابتسامه فنعرف الديفوهات والمشاكل، طيب اللي عمل لك السمايل اناسيز ما شافش ان في سته، يعني دي من ضمن الحالات اللي عندها جامي سمايل، عندنا ديسبلاي للسة اكتر من 6 مللي، واحنا اتفقنا ان اللثه الطبيعيه بتبان من 1 ل 3 مللي، الافرج 2. طيب لو انا عملت له قفلت المسافات في الحاله دي بالقشره التجميليه بس ما عملتش اللثه، انت متخيل المنظر؟ طب حابب اتكرر على فكره، تمام انا عارف الحاله دي صح، من الحالات اللي الحالات اللي احنا استضفناها، حافظ انا حافظ سنان، فبالتالي انت هنا لو ما عملتش اللثه عملت ايه؟ ما عملتش تجميل، يبقى هنا لازم الاول تعمل تحليل الابتسامه، تعرف كل المشاكل اللي في الابتسامه ايه، تمام؟ حللناها، عرفنا المشاكل، بدانا نعالجها، هنا عملنا علاج اللثه بتاعنا، عملنا نحت تجميل للثه على ايد واحد من اكبر خبراء علاج اللثه في الشرق الاوسط. وبعدها بدانا نعمل الاسنان بقى، نعمل ديزاين الاسنان، وبعد كده صنعنا الاسنان، على فكره مهم جدا في تصنيع الاسنان، هنا انت لو بصيت وركزت في الصور بتاعت محمد كارتر هتلاقي السنه فيها درجات للون، يعني السنه الواحده بادئه من تحت بترانسليوسنسي بجزء شفاف، بعد كده بيبدا اللون يزيد، بعد كده يبقى كامل او فولي ساتوريتد او يعني مليان بالكامل اللون ناحيه اللثه. لو ما عملتش كده يبقى انت ما عملتش تجميل صح، لما انا ممكن اقفل المسافات دي زي ما قلت لك بشكل تشيكلت ستيس، اجيب لبان كده واحطه بمنظر شكل يعني واحطه وخلاص، لا كل سنه ليها كاركتر، ليها شخصيه، ليها ملامح، زي ملامح وشك بالظبط، حضرتك وشك ليه ملامح، في عينين مكان العينين معروف فين، لو حضرتك تخيل كائن واحد بني ادم جه عينيه تحت مناخيره، بني ادم طبيعي ده شكله طبيعي مش طبيعي، طب لو ما عندوش بقى الملامح دي خالص اتعمل كده يعني اتطمست ملامحه، مفيش فتحتين للعين ومفيش الانف ومفيش الفم ومفيش الحاجب ومفيش الشعر، مبقاش بني ادم، فانت لو ما اديتش السنه الشكل الطبيعي بتاع الانسان اللي ربنا وهبه للانسان خلاص انت دمرت الحاله. خدوا بالكم انه طرف السنه شفاف شويه. ايوه ما هو هنا احنا مكبرين تغمق شويه علشان نشوف وطرف السنه فيه تعريج كان ممكن بقى. طب ما انا كنت اقول للدكتور نور هو في يعني في سنه تعريج يا دكتور نور مقصوده جدا مقصوده جدا، طب انا ممكن اخليها لك ايه يعني حافه سيراميكا دي اسهل ما يمكن، ما انا طب ما انا مخليها من فوق مظبوطه يعني انا من فوق مخليها كده لكن من تحت ليه مخلي فيه؟ لان السنه الطبيعيه فيها كده. السنه الطبيعيه هجيب لكم صوره رسمه توضيحيه كده لشكل السنه الطبيعيه اللي ربنا خالقها عشان الابعاد دي تبقى الناس مستوعباها وفاهمه ليه احنا مهم قوي انك بعد ما تخلص الاسنان هنا ايه رسمه توضيحيه. السنه اللي ربنا خالقها مش خالقها فلات كده زي ما حضرتك بتقول البلاطه. لا دي فيها جروف وفيها لوب. يعني ايه جروف؟ جروف يعني حفره رفيعه قوي، ولوب يعني جزء مليان، فالسنه الطبيعيه زي ما احنا شايفين فيها 2 جروف وفيها 3 لوب. لازم يبقى فيها تعريجه معينه زي ما احنا شايفين في الصوره، تمام؟ طيب ده الشكل اللي ربنا خلقه، على فكره الشكل ده اي دكتور اسنان في مصر درسه في سنه اولى اسنان. ده مثلا اللوبز والجروفز بتاعت الناب. طب لما حضرتك درست الكلام ده في سنه اولى اسنان، تمام؟ ونجحت فيه.
لما كبرت وبقيت راجل خبير وبتقول انا خبير تجميل نسيت يعني سنه اولى؟ ما هو ما ادوكش ما خدتش العلم ده عشان ترميه. سنه اولى قالت لك ان في حاجه اسمها فورم او شيب للسنه، حضرتك بعد اذنك اعمل التجميل اللي انت عايزه، بس راعي في الاخر الحجم والشكل والفورم والتعاريج اللي ربنا خلقها في الاسنان تطلعها بالظبط وانت بتعمل التجميل، انما ما ترصليش بلاط كده. السؤال الجاي ده سؤال مهم جدا، عندما يحدث او يقوم انسان بعمليه تجميل للاسنان فانه يعمل ذلك للحصول على الشكل الطبيعي، فاذا فشلت هذه العمليه سيلاحظ من كل الناس، القليل سيقول له الحقيقه والكثير سيلاحظ او سيلاحظه من طاعات. ابيض اسود ولا ابيض؟ ابيض طبعا. هو حضرتك انت بتعمل التجميل ليه؟ بتعمل التجميل لاحساسك ان نظره الناس ليك فيها انتقاص، والا ما كنتش عملت. اصل اللي هيروح يعمل التجميل ده هو رايح يبذل مجهود ويدفع اموال علشان خاطر ياخد منتج، ياخد حاجه، الحاجه دي ايه هي الدافع اللي وراها؟ انه يستمد الثقه من نظره الاخرين. احنا عامه البني ادمين بيستمدوا ثقتهم في نفسهم من نظره الاخرين ليهم. بالعربي كده، تمام؟ طيب انت رحت عملت تجميل ليه؟ علشان الناس تبص لك تقول الله ده شكله جميل. طيب لما حضرتك بقى تروح تعمل اسنان او تعمل تجميل لاي مكان بقى، مش اسنان بس، اي نوع من انواع التجميل، وشفنا فنانين كتير وانا ويعني كتير جدا اخطاوا في اختيار الطبيب اللي عمل لها التجميل، واخطات في اختيار شكل التجميل اللي قابلته. ما انت حضرتك ما تخرجيش من العياده بشكل اسنان مش صح. انت المفروض يعني حضرتك ليدر او يعني بتقعدي قدام كاميرا عندك يعني فكره عن التجميل وعن الجمال، ما ينفعش تخرجي من المكان اللي انت دخلت فيه علشان تحصلي على تجميل بشكل مش طبيعي. فبالتالي حضرتك دخلت تعمل تجميل خرجت بشكل غير طبيعي، فانت بذلت مجهود علشان تشوه نفسك. يعني من الاخر انت بذلت مجهود علشان شكلك في الاخر يتشوه، لان اي بعد عن الانسانيه والشكل الانساني اللي هو الشكل الطبيعي، مش الانسانيه المحبه، الانسانيه لا. اللي هي هيومن بين، لا هنا بقى الناتشراليتي بالظبط، انك تبقى ناتشرال. ما هو الناتشر اللي هيومن نيتشر اللي هو الطبيعه الانسانيه بتاعتنا في الشكل، فاي ديفيشن او خروج عنها هتبقى ملاحظ والناس هتقعد تتريق عليك ايه ده، والله بيجي لي ناس كتير قوي شفت الممثله الفلانيه شكلها وحش قوي. طب معقوله حضرتك رايحه تعملي تجميل عشان يتقال عليكي كده؟ انت حضرتك لما تروحي تعملي دريس او فستان حلو مش بتعمليها عشان الناس تقول الله دي شيك جدا، ولا بتعمليها عشان يقولوا ايه الشكل الوحش؟ بمناسبه الشهره، في فيلم لممثل ومطرب في نفس الوقت انا بحب اداؤه بدون ذكر اسماء لانه الشيء اللي انا احكيه ده ممكن يزعل ناس. يعني الفيلم حلو، الممثل حلو، تمام، الممثل بيعرف يمثل كويس ودمه خفيف الحقيقه. معاه ممثله انا ما اعرفش مش فاكر اسمها، ممثله لسه من نوع في مشكله في اسنانها رهيبه جدا. عملوا مشهد في السينما، ضوء السينما ضوء خافت، فعملوا المشهد في ريفليكشن الاضاءه نفسه اثناء ما هم قاعدين في السينما ببين عيوب السينما كلها. انا بلوم المخرج اللي اخرج المشهد نفسه، ولو ان المخرج ممكن جدا يكون قال بس ازاي هم سمحوا لها كستار وقايمه بدور البطوله النسائيه انها تعمل الفيلم بالسنان بهذه الدرجه من اللحظه. حضرتك لومها هي، هي الملام رقم لا او لومها هي نفسها هي، يعني هو حضرتك ما عندناش عين بنشوف بيها؟ ما هو طبعا. طيب خرجت ازاي ورديت ازاي اخرج باسنان شكلها مش مظبوط؟ احنا هنوري دلوقتي لو احنا عملنا اضاءه على الاسنان اللي احنا عاملينها، احنا بنكبر، احنا الحمد لله لما بنعرض صور لاسنان بنكبرها جدا. ليه؟ لان كل ما تكبر الصوره تبان العيوب، واحنا الحمد لله ما عندناش عيوب فبنكبر الصوره على الاخر عشان نوري قد ايه ان في تفاصيل صغيره هي اللي بتدي الشكل الطبيعي للاسنان. الحرف الرفيع قوي للانسان زي الايدز، ان السنه بتاعت ربنا مش تخينه، الحرف بتاعها مش تخين. الميل احنا اتفقنا ان السنه من الجنب لما نبص عليها من الجنب واخده شكل قوس مش 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 فلات. التعريج الجروفز اللي جوه السنه، الديجريديشن حضرتك لو بصيت على اخر السنه من تحت هتلاقي برضه في شفافيه، هتلاقي حتى السنه الصغيره هتلاقي فيها جزء في اخرها من ناحيه السنه الكبيره هتلاقيها منوره فيها جزء جراي كده خفيف، دي ترانسلوسنسي شفافيه. بعد كده يطلع اللون، تطلع التعريجه، بص السنه متكبره شكلها عامل ازاي؟ ده شكل طبيعي ولون طبيعي.
برضو ما ينفعش تسمع كلام الحلقه تيجي تقول لك انا عايزه لون وتعمل لها بقى زي ما حضرتك قلت قبل كده التباشيره بقى سمايل. ما احنا عندنا انواع من في سيراميك سمايل. كنت قاعد معاك تقول لي ايوه التباشيره بقى اللي شكل التباشيره في تلاقي التباشيره سمايل السيراميك سمايل. عارف في بقى سمايل غريبه جدا سنان اللي هي ايه سنجابه سمايل في حاجه والله يعني مكبرين مثلا اللي في النص دول مكبرهم قوي. طب كبروا هم ممكن يبقوا اطول سنه من اللي جنبهم شكلهم حلو ايوه بس بمقياس معين بالزبط. بمقياس بدرجه معينه اقدر اخلي السنتين دول لو اطول سنه من اللي جنبهم يديني شكل اسمه سيجال وينج. ده من احلى الاشكال بس لو اتعمل صح. لو اتعمل غلط خلاص الاسنان باظت تمام. سيجال وينج يعني اجنحه السيجال اللي هو طائر النورث بالظبط اللي هو خلي بالكوا احنا هنا لما بنيجي نتكلم على عيوب احنا بنتكلم على عيوب اداء مهني بالظبط. اللي اسنانه سيئه او هي اسنانه فيها عيوب كده مصفره معوجه مش عارف ايه ده اتخلق كده وظروف الاسنان طلعت كده كلنا اسناننا ما كانتش كويسه بشكل او باخر في اجزاء فيها مش جيده يعني قليل قوي الاسنان بيرفكت يعني مولود بيها ويظل بيها. لكن احنا بنتكلم في ايه في بعد التصليح. يعني انت دلوقتي اوريدي انت صلحت ما تطلعليش حاجه انت بصلحها بالشكل ده مش كده ولا ايه؟ والا هتكون بقى ممكن تكون متهم ممكن تكون جاني. وهنشوف فين البريء جاني متهم ام بريء. السؤال الاول ده سؤال مهم قوي يتعلق بتقنيه ناس بتسمعها دلوقتي كتير اسمها النوبريب. تمام. النوبريب دي اختصار كلمه نو بريبريشن بدون تحضير. تمام. بدون تحضير. ناس كتير من الشباب والبنات عايزين يعملوا نو بريب دول على مبدا انه انا مش عايز حد ما فيش حد يلمس السنه وسنه زي ما انا بغطيها بس زي ايه ما تكون انت عندك بلاط وهتحط فوقيه موكيت بس كده. طيب. الطبيب الذي يقوم باستخدام تقنيه النو بريب في تجميل الاسنان ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ متهم. متهم. ليه؟ الاول النو بريب دي ظهرت في اول الالفينات خالص تمام؟ ودكاتره كتير بدات تسمع عنها وبداوا يشتغلوا عليه. طيب النو بريب ميزتها ايه؟ النو بريب ميزتها ان انت ما بتشيلش حاجه من الاسنان خالص. هل في الاخر لو انت جبت النو بريب فينير ده ولزقته على الاسنان هل انت ما حضرتش في الاسنان فعلا؟ يعني هل فعليا انت ما حضرتش في الاسنان؟ لا طبعا حضرت. ليه؟ حضرتك اصلا مجرد انك تلزق النو بريب على الاسنان انت اوريدي حضرتها لانك بتعملها حاجه اسمها اتش. اتش ده يعني بتجيب اسيد او حمض وبيتحط على السنه علشان يعمل فيها بورز او خروم صغيره قوي علشان السمنت او الماده اللاصقه تخش جواها. تمام؟ طيب اساسا السطح المينا ده اللي انت عامله، انت عامله ليه؟ ربنا خلقه ليه؟ سطح المينا مهم جدا لانه مقاوم للخدوش فسطح ناعم جدا مقاوم للتسوس ومقاوم للالوان لو هو سليم. تمام؟ طيب مجرد بقى انا حضرتك عملت الاتشنج ده انت غيرت اصلا من الكاركتر بتاعه. فانت بتقول للعيان حضرتك انا ما بحضرلكش حاجه في السنان وما بعملكش حاجه وتعالى هلزق لك فينير على طول وتقول له انا ما بحضرلكش. انت حضرتك ما قلتش المعلومه الحقيقيه. انت حضرتك حضرت الاسنان لانك غيرت من سطح السن الطبيعي. بتجيلي حالات تقول لي دكتور انا مش عايز المس السنان خالص سطح المينا ولزق لي عليها ايه التركيبات النو بريب. اقول لها حضرتك ليه؟ تقول لي عشان لو حبيت اشيلها بعد كده ما اشيلها وعشان ما اشيلش حاجه خالص من المينا. طيب حضرتك اللي انت بتقوليه غير منطقي تماما لاي حد. حضرتك جايه دلوقتي تعملي تجميل اسنان لان اسنانك مش عاجباكي صح كده؟ وجايه تدفعي فلوس علشان تعملي الكلام ده. طب بتعملي كده وعندك استعداد ان انت تغير يعني هتشيلي التجميل ده يعني جايه تعمليه عشان تشيليه بعد كده؟ فغير وارد. تاني حاجه علميا مفيش حاجه اسمها كومبليتلي نو بريب، مش حاجه اسمها كده. ده مصطلح بيتقال ان هو نو بريب يعني ما شالش حاجه من الاسنان. طيب بعد خمس ست سنين من النو بريب لما طلع في امريكا اساتذه التركيبات الثابته اللي هم اساتذه تحضير الاسنان قالوا يا جماعه لا بعد اذنكم لازم يحصل حاجه اسمها موديفيكيشن. كنا احنا من اول الناس في العالم اللي طلبت بان يحصل حاجه اسمها موديفيكيشن. يعني ايه موديفيكيشن؟ احنا عندنا السمك للقشره التجميليه او الاسنان اللاصقه حوالي 2.1 من الملي تقريبا سمك الورق اللي قدام حضرتك دي. تمام؟ طيب لو انت حطيت سمك الورق ده على سنتك هتلاقي عملت زي ليدج او حرف فوق السنه بيجمع بواقي اكله وبيعمل التهاب في الاسنان وبيعمل ضب.
حضرتك دلوقتي تلاقي بنات كتير قوي ماشيه في الشارع او ممثلات فجاه بقت بضب. حضرتك انت جايه تعملي تجميع عشان تبقي بضب ليه؟ لانها ما شالتش ال 2 من 10 من الملي دول هم زياده على السن، بالاضافه ان انت عملت تفتيح للاسنان في علم الاضاءه، واي دكتور تجميل اسنان دارس علم الاضاءه عارف ان اللون الفاتح بيتقدم بيدي كملاش هو نفسه بيتقدم لوحده بالظبط كده، يعني هو بيدي انطباع كان في اساسا بروز للاسنان او ضب زي ما بنسموه بالظبط كده طبيعي تمام باللون. طيب بس فما بالك كمان بالاضافه تيجي حاله عندها سلايت او مودريت بروتروجن، بروز في الاسنان خفيف يا خبر غير ملاحظ، الاول غير ملاحظ ما عملتش حاجه لسه حولته انت الكلام تمام، وتخش على الدكتور، الدكتور برده ما عملش الاناليسيز بتاعه ولا اي حاجه وسمع الكلام وعمل لها نو بريب خالص، عمل لها ايه لون فاتح وزود على الاسنان 2 من 10 من الملي ما مش ناقص تمام، بقى عندها ضبين وظهر بقى فجاه تلاقي البنت هي مش عارفه تقفل بقها ودايما شفافه متعلقه فوق. تاني حاجه او زهره طبعا ما هي احنا النهارده بنتكلم على كل ما تكونش حاسه الاحاسيس دي كلها لكن بينالي في عيني ان دي ست بنت عندها بروز. ايوه عندها، لا هو فعلا بيبقى عندها بروز هو ده حقيقي لان انت زودت 2 من 10 من الملي زياده على السن بالاضافه بقى للمشاكل الكتير بتاعت ايه التهاب اللثه لان بواقي الاكل عماله تتجمع على الحرف ده ومش عارفه تنضفها كويس، التهاب في اللثه، التهاب في العظم، في الاخر السنه تخسرها اللي هي كانت خايفه ايه قلت لك السنه خايفه اشيل من الـ من الـ من السطح اليمين اي حاجه. طيب لما طالبنا بقى بالموديفيكيشن قعدنا عملنا قصه الموديفيكيشن دي وصلنا لايه؟ وصلنا لحاجه اسمها الرفنس او التخشين. كده كده انت حضرتك هتحضر كده كده لسنه هتعمل لها ايه؟ هتحط عليها اسيد فهتخشنها. طيب ما تيجي نخشنها ونشيل ال 2 من 10 من الملي اللي هم، هات الصوره بقى احنا تقريبا هتلاقي شكل الاسنان زي ما هو ما اتلمس بس متخشن، وفي المكان ال 2 من 10 من الفينير دي اسمها العدسه القشره التجميليه دي عدسه اسنان فائقه الرق ودي الحمد لله احنا من اقل المراكز في العالم اللي بتعملها تمام. دي تيجي تحطها على السنه ليها مكان، فبالتالي لما تيجي تمشي ايدك ما تلاقيش حاجه تشبك، مفيش اكل يشبك، ما تعملش ريحه. في ناس كتير اول ما تركب الاسنان دي بعد شهرين ثلاثه تقول يا دكتور بدات احس بطعم مش حلو في بقي. طب ما هو انت عامله الحاجه اللي تجمع لك بواقي الاكل فتعمل لك ريحه مش لطيفه قوي، بقى عندك ضب، بقى عندك الاسنان شكلها مش مظبوط. مفيش حاجه اسمها كومبليتلي نو بريب، والكومبليتلي واللي هو اللي بيتلزق على طول على الاسنان في الاسنان العلويه مشاكله كبيره جدا لازم يتعدل بتعديل بسيط جدا. ده ايفن لو الفينيره لو لا قدر الله في 1 في المليون وقعت شكل سيناتيك زي ما هو، لان اوريدي كده كده لو كانت وقعت مثلا في النوبريب العادي ما هو تحتيها لون تاني فهو نفس الفرق. اذا لا يوجد ما يسمى بعدم تحضير كامل، ما فيش حاجه اسمها كده. وبالذات كمان وبالذات بقى الاسنان السفليه. الاسنان السفليه هتعض ازاي حضرتك لو انت مش محضر؟ حطيت 2 من 10 من الملي على السنه من فوق حاجه هتعض ازاي؟ جرب كده حط ليها حاجزين، حط الورقه رفيعه قوي دي بين سنانك وريني هتعض ازاي. فدي خدعه بيلجا ليها بعض الدكاتره مدعي التجميل اللي هو يقول لك ايه تعالى مش هنلمس السنان خالص عشان ما انت على فكره انا شفت كيسز متقال لها انها مش هتلمس السنان ومتشال اكتر من الفينير العادي. ليه؟ لو ان الدكتور هو شغال بيفضل شغال هي مش عارفه هو بيعمل ايه بس فجاه بتلاقي سنانها راكبه وخلاص ما تفهمش. في عالم التجميل في اوهام كتيرة او في شكوك كتيرة، فهل اذهب الى الوهم والشك واليقين؟ وهم شك ام يقين؟ اكتر حاجة منتشرة جدا في علم الاسنان الان وفي عالم السوق الاسنان هو تبييض الاسنان. تمام. اي حد يقول لك انا بص انا عايز ابيض سنان. بالعكس تبييض الاسنان في بعض المولات التجاريه كان بياخدوا الناس اللي ماشيه في المول يقولوا تعالى هبيض لك سنانك. تمام. فالسؤال الاول عمليه تبييض الاسنان قد تحدث بروز في الاسنان على المستوى البصري، وهم ولا شك ولا يقين؟ لا ده وهم. يعني هي مش ممكن تعمل بروز في الـ في الـ في الـ في, في شكل الاسنان لان كده كده اكبر او اكتر مبيض للاسنان ما بيعديش ال 0M3 او البي ال 4 دي الوان فاتحه بس ناتشرال فما بيعملش بروز ولا حاجه. لكن المشكله فين؟ المشكله حضرتك انك تستخدم مواد
غير مصرح بيها. مواد تبييض الاسنان المعترف بيها موجوده عند دكاتره اسنان ولازم تبص عليها، يعني لازم تشوفها هي معديه يعني ابروفد منين او واخده موافقه منين. واخده موافقه من الاف دي اي فود اند دراج اسوسيشن بتاعت امريكا تبقى كويسه، واخده من نفس المنظمه بتاعت اوروبا تبقى كويسه. انما ما اروحش مول واعمل بمواد جايه من الصين ما انت عارفش اصلا. يعني حاجه دلوقتي طالع ترند يقول لك ما تلبس احذيه من الصين عشان الجلد بتاعها ممكن يعمل مشاكل. تخيل بقى سعادتك رايح تجيب ماده تحطها جوه بقك ما تعرفش مصدرها ايه ولا نوع الماده ايه وتقول لي انا رايح ابيض. لا، اي اجراء لازم تعمله عند دكتور اسنان ثقه، مش دكتور اسنان كمان عادي. وانا دايما بقول للحالات اسال وقول له دكتور طب وريني، طب وريني شكل العبوه، طب وريني مكتوب عليها ايه. ده حقك انت صحيح، ما يعني ما ينفعش تعمل في صحتك تحت اي بند من البنود. الصين دي مليار شخص، مليار مليار وي، المليار وي دول فيهم ناس كتير عندهم كاركتر او عندهم في جيناتهم طبيعه ان انا اعمل شيء رخيص، اعمل شيء مش بتكلفه قليله، نتيجه انه الظروف الاقتصاديه هناك كانت صعبه في اوقات كتيره وما زالت في اكيد في اجزاء فيها ظروف اقتصاديه صعبه. ونجحوا في ده على مستوى العالم، يعني العالم كله البضائع الصينيه غزتها بسبب ان وجدت سوق كبير بسبب برضه ظروف اقتصاديه خصوصا في منطقه الشرق الاوسط. الطب دخلوه بقوه على فكره، بقوه. ده في حتت في الطب مستحيل كان تخيل انه المقاييس الفنيه تبقى قليله فيها في العنايه المركزه. المبايع الصينية موجودة في العنايه المركزة في حتة معينة. خليني أسألك عن الشكل المسطح للسنة. الشكل المسطح للسنة ناس كتير متخيلة أنه هو شيء جمالي، ده وهم ولا شك ولا أخير؟ لا، الأول هل السطح هل الشكل المسطح ده كويس ده وهم ولا الناس اللي تعتقد ان هو الناس مصدق فاكره انه خلي السنان كده مسطحه وحلوه كده؟ لا، ده وهم، لان الناس لا تعتقد كده. الناس نفسها عارفه ليه. حيث في اول البرنامج برضو قلت ان احنا واخدين ايه عندنا في عيننا كمبيوتر. صح كده؟ طيب مفيش حد بيضحك عليه، العين ما بيضحكش عليه. اما ساعات الناس بتروح تعمل ما يسمى بالتجميل وتطلع بتبص، هي اللي هي نفسها اللي غلطانه، لكن الناس لما تبص عليك ايه ده؟ ايه اللي حضرتك عامله ده؟ هنا 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 لو احنا شايفين ادي حاله، حاله عندها كميه من المشاكل، تمام؟ لما جينا عملنا التجميل، حضرتك لو قابلت الحاله دي في الشارع مستحيل. دي رحاب مستحيل. دي سوزي. دي موديل بالظبط. دي مستحيل حد يعرف انها ممكن تكون عامله حاجه. ليه؟ لان احنا مش احنا عاملين اللون المناسب بالنسبه لها، تمام؟ وفي نفس الوقت حضرتك لاحظ كميه ال الكاركترز اللي جوه السن. هتلاقي السنه الصغيره فيها نوتش صغير، هتلاقي الناب واخد اللي انا قلت عليه بقى الجروف واللوب، هتلاقي السنترال السنه الكبيره متاخده الاخر في الاخر مايله لجوه السن، فاهم قصدي؟ كل دي يعني بص الناب راوند شويه في ميناين. انت حضرتك بتساوي بص على الحاله لو انت شفت انا ما قلت لك انه راوند عجبتك خلاص. انت لو ما شفتش الكيس اللي تحت مش تعرف انها عامله حاجه. دي سنه طبيعيه خالص، شكل طبيعي خالص، في كل الابعاد والمواصفات والخصائص للاسنان اللي ربنا خالقها، فمستحيل تعرف. لكن اقوم جايب بقى شكل ستيس واجيب تباشير واحطه على اسناني، شكل وحش، شكل مش حلو. دي حاله كومبليت ميك اوفر. دي اتعملت كلها عندنا لسه اتعملت، عندنا اسنان كانت كروبت اتظبطت. بص لاحظ اخر حرف في السنه من تحت هتلاقيه شفاف. عايز اسالك سؤال، واحنا بنبص في السن دي في مثلا ممكن تلاقي نجمه او ممثله مشهوره محتفظه باسنانها ومش عايزه تعمل فيهم اي حاجه رغم انه فيهم عيوب، بس هي شايفه انها كاركترستيك بيها، تمام؟ ده صح التصرف ده ولا غلط؟ والله انا شايفه صح. انا شايفه صح. ليه؟ لان علميا الحاجه اللي التجميل هي سيلف ديماندد، يعني حاجه نابعه من الذات. حضرتك انا ببص في المرايه شايف ان مناخيري مش حلو، حضرتك لو العالم كله اجتمع انها حلوه هعملها، والعكس صحيح، لو انا شايفها حلو والعالم كله اجتمع انها هبقى ممكن ساعتها اعملها علشان الناس. لكن في الاساس علشان اعمل بعمل في الاساس عشاني انا، عشان انا اللي شايف نفسي. ليه النهارده انا حاسس ان احنا بنبدا مرحله جديده في عالم التجميل؟ المرحله الاولانيه انت بداتها في 2012 كان
كنت بتولد بتعلم الناس يعني ايه علم التجميل. النهارده بتبدا مرحله اصعب، انك بتشيل المفاهيم الغلط والكوارث ربما التي ارتكبت من غير المحترفين في هذا المجال، وبتضع مكانها افكار او بترجع تاني الافكار الصح. بس طبعا واضح جدا انه في حاله من الغيره على هذا الفرع تحديدا. بقتش المرحله الاولانيه كانت التعليم، المرحله دي دلوقتي ازاله مفاهيم ووضع مفاهيم جديده، بالتالي اللي جاي هيبقى اصعب. بالتالي احنا تعبنا مع بعض في الرحله اللي بداناها سوا دي، علمنا ناس كتير يعني ايه تجميل الاسنان، وكان هدفنا مش احنا بس، كان هدفنا ان الناس تعرف، وكان هدفنا ان يتفتح في مصر مجال تجميل الاسنان بشكل موسع. فلما الاقي ان في ناس بدات تسيء الى المجال ده وبدات تطلع اشكال مش طبيعيه، لا ده ما انت كده هتضر السوق. لا يعني الـ 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 الجزء اللي احنا فتحناه ووسعناه ده انت بتضره، لان هتبدا الناس تقول اوعى بقى تروح تعمل في مصر، بص بيعملوا ازاي. انا عايز اقول لك على حاجه، هو مش في مصر يعني، لبنان ودبي فيها 99% من الناس اللي بتعمل تجميل برضو. انا عندي كيسز كتير جالي من لبنان ومن دبي بايظه خالص، ما فيهاش اي بعد من ابعاد. وعلى فكره هم كمان يعني بيعملوا التشيكليت ستيز دي اكتر من مصر بكتير. بس هنا في مصر ما ينفعش، احنا عندنا مهارات وعندنا دكاتره شاطره، اعرف بس هي بتتعمل ازاي، هتعملها والله الموضوع سهل، بس اتعلمه يعني، الموضوع بسيط جدا بس اتعلمه، خد اقرا فيه وروح اتعلم وتعالى ما دام انت حبه. مش حبه او مش عارف تعمله، طب الاسنان اقسام كتير بقى تاني اشتغل فيه، اعمل زراعه، اعمل تركيبات، اعمل علاج عصب، في 100 حاجه. لكن عايز تخش التجميل بعد اذن سعادتك، ادرس تجميل الاسنان بشكل موسع. بس ده المطلوب منك. انت نورتنا النهارده وسعدت بهذه الزياره سعاده غامره، ويبدو ان احنا نفتح صفحه مهمه جدا. الناس اللي دفعت فلوس في عالم تجميل اسنانهم هم دول الناس اللي احنا بنوجه لهم الحوار. طبعا اللي لسه ما جملش اسنانه خلاص، هو اما لسه بيحوش او بيظبط نفسه او مستني وقت او مستني حاجه قدامه، احنا بنقول له لا لازم تجمل سنانك طبعا. لكن اللي دفع بقى هو يقوم يطمن على اسنان، ارجوك يقوم يطمن على اسنان. بص في البدايه بعد اذنك وشوف هل الاسنان اللي محطوطه في فمك دي هي الاسنان الطبيعيه اللي ربنا خلقها باللون المناسب اللي يليق عليك، ولا فعلا قوم اطمن على اسنانك. راحت فلوسك يا صاحبي. نورتنا، شرفت بيك، كل شكر لضيفك العزيز الدكتور نور الدين مصطفى على هذا الحوار المبدع. وقوم اطمن على فلوسك يا صابر عشان ما يكونش راحت. خليكم معنا، سلام. الراحه لها دور ولكن الدور ده قل. استعادة الشباب وجمال الوجه ما بين الأسلوب الجراحي والأساليب الجراحية، هل المقارنة عادلة؟ الناس عايزة لما تستعيد شباب الوجه وتتغلب على آثار الشيخوخة يكون الكلام ده يا ريت بطريقة غير جراحية. بنوصل لأول نقطة في رحلة العلاج، إن أنا أختار الشخص المناسب. أقوى وأهم حاجة في الاستشارة دي هو الأسسمنت، يعني التقييم. شوف الثوره اللي حصلت لما ذبحوا نص سنتي فيلر في الحته دي، تبص تلاقي الوش كله طفى. ايه اللي ادى لكده؟ العلم. الطب وجراحه التجميل الاثنين ماشيين في مركب واحد. من الذي اذهب اليه للبحث عن نضاره وحيويه وجمال البشره مره ثانيه؟ سمعوهم الدكتور وهو بيكشف على العيان، جابوا 5 دكاتره و5 عيانين. فهموا من الكلام وقدروا كلهم يتفقوا مين هو الدكتور اللي نجح ومين اللي العيان فضل مع الدكتور ده طول عمره. أرجوكم اللي عنده محل وعنده هذا الإزاز، اللي عنده في البيت هذا النوع من الإزاز، وابنه أو مثلا صاحب ابنه جيلت، ممكن جدا يخبط ويصاب إصابة عنيفة جدا في هذا الإزاز. الازاز الشفاف قوي ده لازم نتعامل معه بدقه شديده، يتحط بطريقه معينه باضاءه معينه. لو هو فعلا عمل مشكله قبل كده لازم يتحط بوستر عليه او يتحط شيء يبين للي جاي انه ده ازاز، لان الناس وهي بتتحرك
وخصوصا في ظل ظلمة في الخارج وإضاءة في الداخل، انعكاس الضوء على الإزاز هيكون معدوم، لأن الإضاءة هتكون داخلية مش خارجية، وبالتالي يسهل أن تكون هناك حوادث في منتهى الخطورة أحيانا.